بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. حلقة نهاية الأسبوع، وحبدأ الحلقة ببعض الأخبار، لأنه النهاردة زي ما حضراتكم عارفين كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، واجتماع هام جدا جدا جدا، تم اتخاذ فيه بعض القرارات اللي ظهرت إلى الإعلام، ولسه بقية القرارات لم تظهر إلى الآن، لأنه الحقيقة اجتماع طويل من الساعة 4 أو من الساعة ما بين 4 ونص 5 لغاية منذ لحظات قليلة، أعتقد لسه الاجتماع داير. ولكن كانت بداية هذا الاجتماع كانت مع القضية الفلسطينية. الأهلي ما زال ممتد، الاجتماع ما زال ممتد. الخبر الأول كان مع القضية الفلسطينية، والأهلي أعلن النهاردة تضامنه مع الأشقاء في فلسطين، وقال انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي، ويدعو الله عز وجل أن يتغمد شهدائهم بواسع رحمته ويمن عليه على المصابين بالشفاء العاجل. وجاء هذا البيان في مستهل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي والذي بدأ ظهر اليوم. الحقيقة الكل بيعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، كلنا كمصريين بنقف دائما خلف الشعب الفلسطيني. النادي الأهلي النهاردة زي ما حضراتكم شايفين بيان واضح وصريح، وانطلاقا من دعم الدولة المصرية للشعب الفلسطيني الدائم الحقيقة، والنادي الأهلي بيعلن دعمه الدائم للقضية الفلسطينية. خلينا نذهب إلى الخبر الثاني الحقيقة اللي تم الإعلان عنه النهاردة. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم قرر في اجتماعه اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة تعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. وجاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة. ووقع الاختيار للكابتن محمود الكابتن خطيب على محمد شوقي نظرا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز الموهبة، وأيضا بناء على تاريخه كبير مع النادي الأهلي وتحقيق العديد من الإنجازات عندما كان لاعبا على المستويين المحلي والقاري. محمد شوقي واحد من أهم اللاعبين، أنا هتكلم عنه كلاعب الأول. محمد شوقي واحد من أهم اللاعبين، يعني عندما تتكلم عن منتصف الملعب الأيديال أو اللاعب الأفضل أو اللاعب اللي أنت كل اللاعبين شايفه الأيديال، تتكلم عن محمد شوقي، بتتكلم عن حسام غالي، بتتكلم عن حسني عبد ربه، بتتكلم عن أسماء. الحقيقة أنا بتكلم في الفترة الأخيرة يعني، لأنه كان في أسماء عظيمة جدا وستظل هذه الأسماء عظيمة جدا، ولكن أنا بتكلم على الفترة الأخيرة. فمحمد شوقي واحد من اللاعبين اللي بيلعبوا في وسط الملعب بشكل رائع جدا. وبالمناسبة محمد شوقي واحد من أهم الكوادر الفنية الصاعدة. الكلام ده أنا مش أنا اللي بقوله، الكلام ده كان كابتن ضياء السيد معايا من اسبوع او من 10 ايام واتكلم معايا في هذا الامر، قال لي محمد شوقي من الكوادر الجيده جدا. كارلوس كيروش كان بيجد في محمد شوقي ان هو من الكوادر الجيده جدا. كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وكل المسؤولين عن كره القدم داخل النادي الاهلي بيجدوا في محمد شوقي واحد من اهم الكوادر التدريبيه القادمه، وبالتالي محمد هيبقى موجود كنائب لواحد من العظماء والاساطير. كابتن بدر رجب هيكون متواجد مساعدا او نائبا له خلال الفتره القادمه. كل التوفيق لكابتن محمد شوقي، هذا النجم الكبير اللي يستحق الحقيقه كل التحيه وكل التقدير، وان شاء الله يستفيد منه النادي الاهلي، وان شاء الله شوقي يستفيد من النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. النهارده ايضا توجه وفد من شركه الاهلي لكره القدم
اليوم الأربعاء إلى الإمارات، كابتن خالد عبد القادر عضو، أو الأستاذ خالد عبد القادر عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة، وكابتن وينضم ليهم كابتن خالد بيبو مدير الكرة والمتواجد حاليا في السعودية. بيعقد الوفد عدة جلسات مع مسؤولي شركة أديدس للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالزي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بالنادي موسم 2024-2025. كما يبحث الوفد مع شركة أديدس سبل تدعيم الشراكة وتحقيق مكاسب للطرفين على كافة الأصعدة. زي ما حضراتكم عارفين مثل هذه المواضيع مواضيع هامة جدا وبتهم كل الأهلوية، لبس النادي الأهلي بيبقى دايما مختلف، مش عشان حاجة ولكن لأن احنا النادي الأهلي، النادي الأهلي بشعاره بوصفه بطلا للقرن أو نادي القرن الإفريقي، وبالتالي أمور معينة يجب أن تحدث لبطل القرن الإفريقي أو نادي القرن في إفريقيا. فهذا الوفد توجه إلى الإمارات للتنسيق مع شركة أديداس خلال المرحلة القادمة في اللبس، اللبس هيبقى عامل ازاي، مين هيلبس ايه وهنعمل ايه وطريقه اللبس وكذا. طب احنا نختار، طب الكابتن خالد بيبو يقول انا عايز اللعيبه، هو كابتن خالد بيبو بيبقى ممثل لفريق كره القدم او لفرق كره القدم بالكامل، وبالتالي بيبقى عارف كابتن خالد بيبو نجم كبير وعارف الامور كانت بتبقى عامله ازاي، ايه اللي بيريح اللعيبه، اللعيبه بتحب التيشيرتات الضيقه، اللعيبه بتحب التيشيرتات الواسعه، الشورتات تبقى كذا. خلي بال حضراتكم هتقول لي يا عم اسلام بيتكلموا في ده، بيتكلموا في كل حاجه، بيتكلموا في طول الشورت، بيتكلموا في كل حاجه، في كل ما يخص اللبس، الشراب بيبقى عامل ازاي، يبقى مفتوح منين. لو تاخدوا بال حضراتكم ان في الشرابات دلوقتي من عند، مش عارف اوريها لحضراتكم، من عند السمانه كده اللعيبه بتبقى قطع الشراب علشان ما يجيلكش شد في السمانه. احنا زمان كان بيجينا شد في السمانه فكنا بننزل الشراب. فهل في شرابات جديده بيتم اختراعها مثلا؟ النادي الاهلي بيبحث دائما عن مثل هذه الامور، بيبحث عن اراحه لاعبيه. خلي بالك هتقول لي يا عم حتى الحاجات دي، ايوه التفاصيل دي هي اللي بتخلي النادي الاهلي في منطقه تانية، التفاصيل دي هي اللي بتخلي النادي الاهلي. عشان كده هو ليه ما سافرش واحد، احنا مسافرين كابتن خالد، الاستاذ خالد عبد القادر عضو مجلس اداره شركه الكوره، وكابتن خالد بيبو مدير الكوره، وكابتن امير توفيق مدير التعاقد. هتلاقي كل واحد بيتكلم عن منطقته، كل واحد بيتكلم عن شغله. فمهم جدا 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 للتنسيق للموسم اللي جاي والسنه اللي جايه ان شاء الله. خلينا نروح لموضوع تاني، ودايما زي ما احنا متعودين ان الارقام القياسيه والتتويج بالبطولات والانجازات في الماضي والحاضر والمستقبل بيكتبها النادي الاهلي منذ عشرات السنين. ومنذ تاسيس القلعه الحمراء دائما ما نجد انجاز جديد يصنعه الاهلي ونجومه ليبقى كل ما يسمى انجاز او كل ما هو انجاز واعجاز دائما بيكون اهلاوي وبامتياز. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه زي النهارده من 43 سنه سجل النادي الاهلي هدفه رقم 1000 في منافسات الدوري المصري في المواسم المكتمله. هذا الهدف سجله النجم الكبير كابتن محمد عامر في مرمى نادي اسكو، كان في الجولة الخامسة وقتها في الدوري العام المصري. ويواصل النادي الأهلي كتابة التاريخ حتى تتجاوز عدد أهدافه 3000 هدف في الدوري العام المصري. دائما ما يكون عندنا حاجات لطيفة كده وخفيفة بنحاول نقولها لحضراتكم. النجم الكبير كابتن محمد عامر كان هو بصاحب الهدف رقم 1000 في تاريخ النادي الأهلي. وصلنا لفقرة حائط صد. الحقيقة خلال أقل من 24 ساعة مجموعة من الأخبار الغريبة المنتشرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، هنحاول نرد على اللي احنا نقدر نرد عليه لأنه أخبار كتيرة جدا. يعني مثلا تلاقي برنامج بيقول إن كابتن محمد عبد المنعم جاي له عرض احتراف في إيطاليا من سابع الدوري الإيطالي. الحقيقة أنا بشوف إن ده كلام ممكن جدا محمد يجي له عرض، ومحمد واحد من أهم اللاعبين، مش محمد لوحده،
لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي هتتكلم عن كل اللاعبين، وهتجد ان كل اللاعبين ممكن كل واحد فيهم يجي له عقد، ولكن ده كلام غريب وعجيب في توقيته اصلا. التوقيت ده اصلا غريب، لانه احنا في شهر 10، بدايه شهر 10، يعني لسه اكتوبر ونوفمبر وديسمبر عشان ابتدي اتكلم عن الانتقالات. لو اتكلمت عن محمد عبد المنعم من دلوقتي، طيب الاسبوع الجاي هتكلم عن مين؟ اصبر، كده كده هتيجي فتره الانتقالات الشتويه وتتكلم زي ما انت عايز. وبعدين في محمد عبد المنعم بقى تحديدا، النادي الاهلي نفسه، النادي الاهلي هذا الكيان الكبير وهذه المؤسسه العظيمه الرياضيه العظيمه، حاجه كلنا فخورين بالنادي الاهلي وبهذه المؤسسه، مظبوط؟ مظبوط. النادي الاهلي نفى في بيان رسمي، اتكلم بقى زي الاخبار، نفى النادي الاهلي في بيان رسمي منذ ايام قليله بخصوص اي عروض احتراف وصلت لكابتن محمد عبد المنعم او غيره من اللاعبين. سواء كابتن محمد او كل لاعبه النادي الاهلي مركزين فقط في شيء واحد، في الملعب. فمثلا امبارح كان معايا كابتن امير عبد الحميد، امير من الناس اللي بتروح تتفرج على التمرين على طول، لانه فامير بيروح يتفرج، امير عبد الحميد بيروح يتفرج على التمرين، قال لي اسلام اللعيبه مركزه، اللعيبه عايزه تكسب الماتشات، اللعيبه مركزه في التمرين عشان عايز يلعب، عشان عايز يكسب الماتشات، عشان عايز يسعد جمهوره. فمثلا خد عندك خبر تاني يقول لك ايه، محمد مجدي قفشه ابلغ زملائه ان هو ناوي يحترف في الخليج حتى لو في يعني على سبيل الاعاره في نهايه هذا الموسم. طيب الكلام ده خدوه من على لساني، هذا الكلام غير حقيقي. محمد مجدي قفشه واحد من اعمده الفريق الاول للنادي الاهلي، وكولر بيعتمد عليه في مباريات كتير. احنا هناخد الاخبار كلها كده ورا بعض عشان نوري حضراتكم ان كل هذا الكلام هو كلام عاري تماما من الصحه. خبر ثالث، كهربا وامام عاشور بيضغطوا على اللاعب الفلاني لاقناعه بالانتقال للاهلي. خليني اقولها لكم مباشره، كهربا وامام عاشور بيضغطوا على احمد فتوح لاعب نادي الزمالك للانتقال الى النادي الاهلي. يا جماعه خلوا بالكم، اللاعب ده مع منتخب مصر في الامارات، وامام عاشور مصاب، وكهربا مش في المنتخب. ده انا بتكلم على خلال الفتره الحاليه يعني، لان هو بيقول لك ايه الخبر، متن الخبر كده، الخبر جواه كده والله العظيم ثلاثة، يقول لك ان قعدوا مع بعض من خلال وجودهم في معسكر المنتخب وبيتكلموا مع احمد فتوح علشان يقنعوه ان هو يجي للنادي الاهلي. انا قلت يا الله، طب كويس جدا ان هو امام عاشور لحق يرجع علشان من الاصابه عشان يروح المنتخب، ولا كهربا انضم للمنتخب يمكن بعد المطالبات اللي طالبناها هنا في البيت الكبير وفي النادي الاهلي وفي قناه الاهلي. يبدو اننا هنشوف الاخبار دي كتير الفتره اللي جايه، مع استقرار النادي الاهلي وتالق لاعبيه في مختلف المراكز كل يوم هتلاقوا خبر واثنين وثلاثه واربعه مضروبين. ولكن الغريب، وانا الحقيقه بقالي يومين وقاصد ان انا يعني معظم الكلام طبعا بنتكلم عن النادي الاهلي، ولكن معظم الكلام رايح لمنتخب مصر لانه ده منتخب بلدنا. انا عمال اقول بقالي يومين يا جماعه خلينا نركز مع منتخب مصر، نركز مع منتخب بلدنا وندعم المنتخب وجميع لاعبيه، لكن حضراتكم برضو تلاقوا اخبار مجهوله المصدر وملهاش علاقه بالاحداث ولا بالواقع. ليه؟ كل الغرض منها هو شيء واحد فقط، وهو الضرب في النادي الاهلي، الضرب في استقرار النادي الاهلي. على فكره انا عايز اقول لحضراتكم بس معلومه، مش جمهور الاهلي طبعا، بعض من لا يشجع الاهلي، احنا في اجازه، لعيبه النادي الاهلي في اجازه بقالهم يومين ولسه قدامهم ثلاث ايام كمان. مارسيل كولر بيشرح او قاعد بيدرس الفرق اللي هيلعبها خلال المرحله القادمه، بيتفسح، بياخد اجازته، بيظبط اموره، الامور الاداريه زي ما حضراتكم شايفين كابتن خالد بيبو من السعوديه للامارات لهنا لهنا علشان يظبط كل الامور. الناحيه الاعلاميه في النادي موجوده، وزي ما حضراتكم كل حاجه الحمد لله ماشيه بشكل جيد جدا. انا الحقيقه بستغرب جدا جدا من اللي بيحصل، وبستغرب جدا جدا من الكلام اللي بنفضل نسمعه، لانه كلام غير حقيقي وكلام غير صحيح، كلام غير حقيقي وكلام غير صحيح.
هو لو محمد عبد المنعم هيحترف ما هنقول ان هو احنا بس اللي هنعرف، ما مصر كلها والعالم كله والنادي اللي هيحترف فيه هيقول. ولكن اخبار غريبه في توقيتات غريبه، وهي اصلا اخبار خاطئه وليست صحيحه. كل يوم هقول لحضراتكم خبرين ثلاثه كده ونطلع فيهم على شاشه قناه الاهلي. عموما خلونا نروح للفقره السابقه، فقره بالعقل. الحقيقه لاعب سابق في احد الانديه متعودين منه على تصريحات غريبه. هو عنده برنامج اذاعي، ولكنه خرج بواحد من اغرب التصريحات اللي ممكن تسمعها في حياتك. يقول لك ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره السابق بالنادي الاهلي قال ان الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال الافريقي سنه 2013، والاهلي ساعتها يعني عشان كان بيلعب في البطوله الكونفدراليه. طب ليه قال كده؟ عشان يقول ان بطوله الدوري، هو ليه الشخص ده او الكابتن ده قال ليه كده؟ عشان يقول ان بطوله الدوري الافريقي لكره القدم ضعيفه واعلانيه فقط، هي اضعف البطولات الافريقيه. طيب واحده واحده، الحلقه اسمها او هذه الفقره اسمها فقره بالعقل. على الرغم من الكلام اللي بيتقال ده هو بعيد عن العقل والمنطق والواقع تماما يعني، لكن ليه؟ اولا انت عندك 8 فرق هم افضل 8 فرق في القاره تصنيفا، صح ولا انا بقول كلام غلط؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده غلط؟ طيب واحده واحده بالعقل. سنه 2013 الاهلي كان بطل دوري ابطال افريقيا وليس الكونفدراليه، ده اولا حاجه يعني حاجه للمعرفه والعلم. يعني اللي عايز يتكلم في حاجه يا جماعه دايما بيبقى فاهم الكلام وعارف هو بيتكلم في ايه. طيب متى توج النادي الاهلي بالبطوله الكونفدراليه؟ توج النادي الاهلي بالبطوله الكونفدراليه سنه 2014، ولم يكن الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكوره وقتها، كان مدير الكوره وقت هذه البطوله كان كابتن وائل جمعه. ها؟ كم كذبه اتكذبت في المعلومه اللي اتقالت؟ طيب حضرتك عايز تقول ان الدوري الافريقي بطوله ضعيفه، قول. ما على فكره قول يا جماعه الدوري الافريقي بطوله ضعيفه لان النادي الاهلي بيلعب فيها والنادي الاهلي هو انت عايز تقول كده، صح؟ هي الحاجات دي بتبقى على الهوى او المزاج يعني، انا بحس بكده لانه بطوله بيشارك فيها افضل 8 فرق في افريقيا، هل دي بطوله ضعيفه؟ طيب لو النادي اللي بتشجعه بيشارك في هذه البطوله هتبقى قويه ولا لا؟ طيب انا عارف، ما هو لان انت مستبعد منها او مش عارف توصل لها وليس لك حق المشاركه فهتقول ان هي ضعيفه، والكونفدراليه قدها 100 مره ودوري الابطال قدها 500 مره. ولكن العيب انك تستخف بعقول المستمعين والمشاهدين وتقول معلومات غير صحيحة وتصريحات من وحي الخيال. طيب دي نصيحة، هذا الكلام يقل منك ومن مصداقيتك. على فكرة التليفون هو مش معايا، التليفون ممكن تفتح التليفون وتكتب سنة 2000 على جوجل، تكتب ايه؟ سنة 2013 هل استطاع النادي الاهلي ان يفوز بدوري ابطال بالبطولة الكونفدرالية؟ هيقولك لا. الدوري ان النادي الاهلي فاز بالبطوله الكونفدراليه سنه 2014. طيب ادي اول معلومه غلط. المعلومه الثانيه، مع انه سهل جدا 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 ان انت تفتح وتشوف وتقرا، ما يعني اسمها ايه؟ اخد الكلام ده كوبي وبيست واحطه قدامي اقراه. طيب برضو على جوجل برضو ممكن تعمل كده، تكتب ايه؟ من كان مديرا للكرة سنة 2014 وقت فوز النادي الأهلي بالبطولة الكونفدرالية؟ هيكتب لك إيه؟ الكابتن وائل جمعة كان مديرا فنيا وليس الكابتن هو مش هيكتب لك وليس الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني، ولكن أنا بقول لك من عندي وليس الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان مديرا فنيا للبطولة الكونفدرالية عندما فاز النادي الأهلي بالبطولة الكونفدرالية. عايز تقول إن الدوري الإفريقي وحش أو ضعيف؟ قول. قول يا جماعه الدوري الافريقي ضعيف وده اضعف بطوله على الرغم من ان هي فيها افضل 8 فرق
على مستوى التصنيف، ولكن هي بطولة ضعيفة. لكن زي ما قلت ما ينفعش تستخف بعقول المشاهدين والمستمعين وتقول أي تصريحات من أي كلام في أي تصريحات، ويتقال إنها إن مثل هذه التصريحات اتقالت من مدير الكرة في الأهلي وقتها اللي أصلا ما كانش موجود، ولا هو أي كلام وخلاص، أي كلام بيتقال. على رأي لو تفتكروا في فيلم الناظر، الفنان الكبير الراحل حسن حسني، بس على الله ما حدش ينخرب ورانا، واي كلام بيتقال وفي ناس بتصدق الحقيقه. لكن لو الكلام اتقال صح وحد فضل ورا مثل هؤلاء الاشخاص او هؤلاء الاعلاميين والمذيعين، هيحصل ايه؟ هتجد ان هناك اخطاء كثيره جدا جدا بتحدث في هذا الامر. احنا ما عندناش ذاكره السمكه بالمناسبه، وعيب قوي ان يتم الترويج لكلام مغلوط من خلال برنامج اذاعي. ما ينفعش اللي بيحصل، ما ينفعش اللي بيحصل، لانه هو كلام غير صحيح. عارف لو الكلام مظبوط هنسكت ونقول مثلا او هنرد على الكلام او كذا او كذا، ولكن هو كلام غير صحيح، معلومتين خاطئتين في نفس التوقيت وفي نفس البرنامج، محدش هيبص زي ما الراحل حسن حسني قال، على الله محدش يرخرب ورانا. هذا هو الموضوع من الاول للاخر يعني. فنتمنى ان شاء الله ان كل الامور الناس تاخد بالها. حتى يا جماعه والله العظيم مفيش اسهل من ان انت يبقى عندك جوجل على تليفونك، هتاخد منه كل حاجه وكل المعلومات بتبقى غالبا 90% او 99% منها هي معلومات صحيحه. طيب، منتخب مصر اختتم استعداداته النهارده لمواجهه زامبيا بكره ان شاء الله في استاد هزاع بن زايد، وسط معنويات مرتفعه وترقب كبير لما ستسفر عنه قرعه الامم الافريقيه 2024 بكوت ديفوار، واللي هتقام بعد نهايه المباراه. يضم التصنيف الاول كوت ديفوار صاحبه الضيافه، والسنغال حامله اللقب بجانب الرباعي العربي، المغرب والجزائر وتونس ومصر. اما التصنيف الثاني فيشمل نيجيريا، الكاميرون، غانا، ومالي، وبوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية. طيب، التصنيف الثالث منتخبات جنوب إفريقيا وكاب فيردي وغينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية بجانب أيضا المنتخب الموريتاني. طيب، التصنيف الرابع بيضم منتخبات تنزانيا وغينيا بيساو وناميبيا وأنجولا وجامبيا وموزمبيق. دي إذن تصنيفات المنتخبات كاملة. يعني ممكن في مجموعة تلاقي غانا أو الكاميرون أو نيجيريا أو جنوب إفريقيا أو أنجولا، كل دي منتخبات بعيدة عن التصنيف الأول بالمناسبة. ولكن الأهم في التصنيفات دي أن أنت هتتفادى المواجهات العربية، لأنه المغرب وتونس والجزائر معانا في نفس التصنيف الحمد لله، تصنيف أول، وبالتالي لن تجد مصر تواجه تونس، أو لن تجد مصر تواجه الجزائر، أو لن تجد مصر تواجه المغرب. منتخب مصر هيخلص الماتش أمام زامبيا بكرة ويستعد لمعرفة مجموعته اللي هيقع فيها في كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله. القرعة هتقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. النهارده كمان لاعيبه منتخبنا المصري عملوا فيديو مع فيتوريا بيطالبوا الجماهير بدعمهم في المرحله القادمه، وده الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه اليومين ثلاثه اللي فاتوا واللي هتكلم فيه الايام القادمه. يجب ان يكون هناك دعم ودعم كبير لمنتخبنا الوطني، لازم نفضل في ظهر منتخبنا، لازم يكون عندنا شغف ان احنا نروح نتفرج على المباريات، لانه المنتخب المصري او الجمهور المصري هيكون إن شاء الله حاضر وبقوة في المباريات القادمة سواء داخل مصر أو خارج مصر لدعم المنتخب. هو ده الأهم. ودايما سؤالي بيكون لماذا يفقد أو لماذا فقد الجمهور المصري الشغف؟ وده اللي هسأله، ده السؤال اللي هفضل أسأله لغاية لما يبقى حد يقول لي سبب يخلي جمهور مصر يفقد الشغف لهذه الدرجة. إن أنت مصر بتلعب تونس
في وجود محمد صلاح وفي وجود عدد كبير من اللاعبين الكبار، يكفي محمد صلاح ولكن عدد كبير من اللاعبين الكبار موجودين في منتخب مصر وكل لعيبه منتخب مصر منتخب تونس، ومع ذلك مفيش حد في المدرجات المباراه الاخيره. شجع مصر، ده الشعار، والحقيقه فيديو رائع جدا وفكرته رائعه جدا، واللاعبين كلهم بينهم وبعض، اهلي زمالك اسماعيلي، كل اللعيبه موجوده وكل اللعيبه بتتكلم مع بعض، زيزو بينده على هاني وهاني بينده على فلان، وده بينده على ده وده بينده على ده وده بينده على ده. الحقيقه فيديو رائع جدا، وانا بحب مثل هذه الفيديوهات، لان مثل هذه الفيديوهات هي اللي هتخلي هتقول لي الجمهور لما يشوف مثل هذه الفيديوهات هيقول لك طب انا لازم اروح اقف مع فريقي. يا جماعه سؤال بجد مهم، احنا ليه ما بنروحش ماتشات المنتخب؟ عايزين نروح كلنا ماتشات المنتخب. الماتش اللي جاي بكره ماتش مهم، زامبيا، منتخب زامبيا منتخب من التصنيف الثالث زي ما حضراتكم شفتوا، وبالتالي منتخب جيد برضه مش منتخب وحش. وعندك هتروح تتفرج على محمد صلاح وعلى تريزيجيه وعلى النني وعلى مرموش وعلى مصطفى محمد وعلى مصطفى فتحي وعلى الشناوي وعلى هاني وعلى زيزو وعلى كل اللاعبين. فلازم كلنا نبقى موجودين بكره ونشجع بلدنا، نشجع بلدنا مصر، لانه صدقوني المباراه بتبقى مختلفه تماما في وجود جمهور او ما فيهاش جمهور. ما فيهاش جمهور دي بتبقى مباراه ممله مهما كانت سخنه في الملعب، مهما كانت سخنه والله بتبقى ماتش ممل، وواحد ما بيحبش يقعد يتفرج على الماتشات اللي بدون جمهور دي، لانه الجمهور هو احلى حاجه في الدنيا. الجمهور هو احلى حاجه في الدنيا. ربنا بيكرم دايما نادي الاهلي، ربنا بيكرمه دايما بالجمهور الرائع اللي دايما بيبقى واقف في ظهره. ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ودايما يظل جمهور النادي الاهلي في ظهرنا، لانه هو الاساس في كل شيء، وهو اللي دايما جمهور الاهلي بيدفع الجميع للحفاظ على اسم النادي الاهلي. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم وحوار هام جدا في البيت الكبير. انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي، ويدعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وزامبيا أن المباراة ستكون صعبة نظرا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب، وأن الجميع أشبه بأسرة واحدة، والهدف دائما هو تحقيق الفوز في كل المباريات والظهور بصورة جيدة. من جانبه أكد محمود حسن تريزيجي لاعب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي للقاء زامبيا أن هدف اللاعبين هو التأهل لكأس العالم، خاصة أن كل اللاعبين على قلب رجل واحد. يدير طاقم تحكيم إماراتي مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الزامبي الودية، يتكون من حكم الساحة أحمد عيسى درويش، يساعده الحكمين سبت عبيد وسعيد المرزوقي، بينما سيكون يحيى الملا حكما رابعا، ومحمد عبيد حكم فيديو، وأحمد الراشدي حكم فيديو مساعد. أكدت تقارير نشرتها صحيفة إندبندنت البريطانية أن المملكة العربية السعودية تقترب من شراء ناديين أوروبيين جديدين يتمتعان تقريبا بذات المواصفات لنادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي. وذكرت الصحيفة أن السعودية تستهدف شراء كل من نادي مارسيليا الفرنسي وفالنسيا الإسباني. أكد تقرير لصحيفة آس الإسبانية أن إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني اختار تمثيل منتخب المغرب على الصعيد الدولي بعدما كان لاعبا في صفوف منتخب إسبانيا. توج بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب في فريق أرسنال الإنجليزي خلال شهر سبتمبر الماضي، متفوقا على زملائه الثلاثي مارتن أوديغارد وويليان ساليبا وديكلان رايس. وحصد ساكا جائزة أفضل لاعب في أرسنال بعد مساهمته في تسجيل 6 أهداف خلال 6 مباريات خلال الشهر الماضي. أعلن نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي الذي ينشط في دور الدرجة الأولى بشكل رسمي عن تعيين واين روني مدربا للفريق الكروي بعقد يمتد
لثلاث سنوات. رد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي على أنباء عودته إلى التدريب من بوابة نادي نابولي الإيطالي، مؤكدا على أنه في الوقت الحالي لا توجد لديه أي رغبة سوى الاستمرار في الجلوس والاستمتاع مع العائلة على حد قوله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن؟ يا كابتن اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازرقاتك؟ الحمد لله. اخبار الازرق ايه؟ نتعلم منها. ازاي بعض؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ كله كويس؟ الحمد لله تمام. طيب خليني اقول لحضراتكم ان منذ قليل انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الذي سيظل منعقدا حتى يوم الاثنين القادم، وبالتالي لن تخرج قرارات جديده النهارده. قرار اللي حضراتكم شفتوها التضامن مع الشعب الفلسطيني، ثم تعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين، هو دي القرارات اللي تم اتخاذها اليوم. ولكن ان شاء الله يظل اجتماع مجلس الاداره منعقدا ومستمرا حتى يوم الاثنين القادم، وبالتالي لن تخرج قرارات الا يوم الاثنين القادم ان شاء الله. كابتن شريف، من وجهة نظرك، خليني أبدأ معاك بالأهلي مباشرة، تقييمك لأداء النادي الأهلي خلال الفترة السابقة؟ الحمد لله ما شاء الله. يعني لو كانت الفترة اللي قبل في الموسم اللي فات بالخمس بطولات كانت توجد بالسادسة، كانت حكاية هتبقى يعني حسب الشكل اللي بيأمله الجماهير كلها والإدارة والجهاز الفني وكله. المباراة الأخرانية خصوصا وتحديدا كان زمان كلنا بنبقى عايزين نشوف جملة في الملعب، عايزين نشوف أداء معين، عايزين نشوف واحنا بنتفرج ان نبقى ضامنين ان الأهلي هيكسب في اي وقت. اوكي. فأعتقد ان الفرديات والتدعيمات اللي حصلت جوه الفرقة خلت لعيبة كمان تعلى قوي جنبها. يعني بيرستاو دلوقتي في حته ثانيه جنب بوجود امام عاشور وتفوق الشحات، ف كل اللي احنا بندور عليه وما زلنا بندور عليه انك انت جنب كهربا وصلاح محسن مودست يبقى الامل اللي احنا بنشوفه في الست يعني في الاسترايكر بتاعنا. انا شايف ان كل حاجه زي الفل الحقيقه. يعني اطرافك زي الفل، وسط ملعبك ما شاء الله عندك بدل البديل خمسة، ناحية اليمين حتى التعافي للإصابات والحاجات دي هيبقى عندك ناحية اليمين مع محمد هاني أكتر من لاعب، ولعيبة كلها منتخبات يعني كريم فؤاد يعني حظ وحش جاب جول ونزل وجاله في الضمة وبيرجع تاني كويس إنها مش الركبة. يعني الفرايتي اللي موجودة كلها بتسمح للمدير الفني ان هو يقدر يخطط لجميع البطولات اللي هي جايه دي. عشان كده كلها احنا كلنا بنعمل ان اللعيبه كلها تبقى ان جود فورم. يعني اصابه امام عاشور مثلا دي تضايقك، الحمد لله يعني اصابه من الكدمات او حاجات كده ما بتاخدش اكتر من اسبوع 10 ايام على ما اعتقد، يعني صحيح. اللاعب يبقى موجود. ف احنا من سنتين يا اسلام كنا في وضع نحصل عليه بصراحه صعب جدا. نعم. انك انت مش قادر تخلص موسم ومتلاحم مع موسمين ثلاثه، وعندك زي ما بيقولوا مستشفى النادي الاهلي، وعندك تلاحق في الاصابات صحيح وبعد عن البطولات وحاجات كتير قوي. ولكن انك في فتره قصيره جدا تقدر تعوض كل ده بالشكل ده باداره جديده بمدرب جديد، يعني وهتلاقي مش في كل وقت الناس بتبقى راضية عن كل اللعيبة وعن المدرب وعن ناس. الجماهير دايما بقت فاهمة كل حاجة، دايما بتقول لك لا النادي الاهلي ده يبقى حكاية تانية، انا اقف في ظهره واسنده، ولكن اشوف المردود جوه الملعب، اشوف دوافع اللعيبة جواه بتترجم لي حتى لو اتغلبوا او حتى زي الماتش اللي حصل بتاع اتحاد العاصمة ده. يعني الاهلي هو المسيطر وهو الحاجة، ولكن الفريق التاني اجريسيف قوي معاه وحاول يخرجه بره
الحكايه، وما كانش يومك يعني، الكرات اللي جات لك انت لم توفق فيها، عكس مباراه الاسماعيلي، مباراه رايحه جايه اسلام وفريق اسماعيلي، انا اطمنت عليها بيني وبينك يعني، اطمنت على الفرقه دي في المباراه دي. كلنا بنحب الحقيقه فريق الاسماعيلي طبعا مهما كانت والله الظروف. يا قاعد بتفرج مبسوط، مبسوط، وكل شويه نقول اسماعيلي هيجيب جون دلوقتي، اسماعيلي يعني احنا بنترجم وبنجيب اجوال، احنا بنترجم وبنغطي الجول والتاني والتالت، لان امكانيات اللعيبه ونوع اللعيبه اللي عندك لعيبه هدافه، لعيبه بتلعب في كيان متعود ان هو بيلعب على حاجه واحده هو المكسب فقط. صحيح. مش في كل الانديه تلاقي كل الخطوط الحمد لله الله اكبر متكامله. يعني ايه يعني ايه كلمه متكامله؟ يعني انا ملعب وانا بهجم تبقى الكره الثانيه بتاعتي. الكره لما تصعد الناحيه الثانيه الاقي كتيبه واقفه في نص الملعب بتترجم لي تجديد. صحيح. الهجمه من جديد. على كل الناس فيش غير حاجتين وانا شفتهم عجبوني جدا في الماتش الاسماعيلي خاصه، ورؤيه اللعيبه لبعض والسويتشات اللي بتحصل، شفت من بيرستاو سويتشات، شفت من حسين الشحات، شفت من كوكا باص ولا اجمل خلاه في منتخب مصر دلوقتي. ففي في في منافسه حلوه جوه الفرقه بتصب في الاخر لصالح الجماهير والنتيجه يعني. كابتن شريف، لو شفنا عدد الاهداف اللي النادي الاهلي جابها، اقدر اقول ساعتها انه خط هجوم النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم، ولا خط الوسط اللي بيربط ما بين الدفاع والهجوم، ولا خط الدفاع اللي واقف كويس ويعتبر اقوى خط دفاع؟ خليني نتكلم انا وانت بالكوره كده، العمود الفقري بتاع النادي الاهلي من اول الحارس المرمى لمحمد عبد المنعم لديانج الاثنين الاماميين الاطراف، هم دول الخط اللي بيمثل لك القوة الضربة بتاعتك، اللي بيمثل لك انك انت متحكم في كل حاجة في المباراة. اي لعيب اي فرقة هتلعبك من حقها انها تروح تعمل لك زيارتين ثلاثة يعني، 90 دقيقة مش هتروح على الجون عندك، حتى لو لعب كرة طويلة ممكن يروح للجون، لو انت في غفلة او انت في عدم تركيز لثانية ممكن لعيب عندك زي كنا بنلعب فرقة انبي باين و الراجل السريع اللي هو كابو ده ووقوفة وما اعرفش ايه، اللعيبه دي عندها كم سرعه كبير جدا، لازم صحيح لازم تواكبها بتركيز، ممكن تخطفك ممكن تسرقك في جول، ولكن ده حدث في كورتين ثلاثه، ومستر مارسيل كولر قال لك انا عندي تخلل في هعالجه من نص الملعب للدفاع بتاعي. تخيل احنا بنتكلم على غزوتين حصلت في مباراه، او حسيت ان الملعب اتفتح في ماتش الاسماعيلي وجوده لعيبه الاسماعيلي تسمح له ان هو يعمل كده. طب هو لعب مع اتحاد اسكندريه الماتش اللي قبله، واتحاد اسكندريه ماسك الامور كلها وهو اللي بيجيب الاجوان، كسب الاتحاد 3-1 الاسماعيلي. صحيح. فكان في ظاهره وبادره بالنسبه للاسماعيلي انهم واقفين على حالهم السنه دي، بيفكروا كويس، اللعيبه مركزه كمان، اللعيبه بتلعب على هدف واحد، ان اللي حصل السنين اللي فاتت ما يحصلش تاني. صحيح. فانت بالنسبه لك كل المؤسسة بتعمل على شكل يوم المباراة. احنا النهاردة عندنا مهمة مثلا زي بطولة افريقيا اللي جاية بتاعت الاندية والكاس سوبر اللي هتحصل اللي هي يوم 20، بطولة الدوري الافريقي. الدوري الافريقي ده انت كل الدنيا وهي دلوقتي بتفكر احنا بناخد الماتش بماتشه، الحتة بحتتها يعني، هنلاعب تنزانيا معتقد في سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني في الافتتاح. صحيح. زي بتترجم كل الخبرات بتاعت الماتشات اللي فاتت مع الاداء مع الشواهد مع الدوافع اللي شافها مستر كوري، يقعد يبص كده يقول لك واكيد ذاكر الفرقه بتاعت سيمبا وجاب اي حاجه شافها، يقول لك والله النهارده هينفع العب 4-3-3 ولا 4-2-3-1 ولا هعمل ايه بالظبط؟ ازاي انا العب بره ارضي؟ ما يحصلش اي حاجه فيها، بالنسبه لي الاجواء بتبقى بره مصر مش لطيفه بالنسبه للاعب المصري عموما اذا كان منتخبات او انديه. صحيح. فهو بيبقى عنده كم من اللعيبه اللي هي تقدر تديله السيطره والاستحواذ في الملاعب في المباريات. على طول الخط احنا مطلوب مننا الفوز. يعني التعادل بالنسبه لك ما بيبقاش ولا حاجة، مش الهدف بتاعك يعني. مؤسسة الأهلي بينا هنا بكل من في موقعه
بنتكلم في حاجة واحدة بس، هي نجاح. ولما ما بيحصلش مش بنقول بس لا ده كان فيه خلل، لا ده مش ممكن ما يحصلش. لان ما ينفعش يبقى عندي كل التأهيلات دي وكل اللعيبة اللي موجودة عندي دول وكل الامكانيات وكل التاريخ اللي اللعيبة نفسها هي اللعيبة دي اللي عاملاها. يعني انا بحب دايما اتكلم بالاسماء. لو عندي امام عاشور، عندي قفشة، كويس، عندي ديانج، عندي مروان، عندي سلاية لسه عندنا، لسه راجل لما لسه ما رجعش يعني لما وجود لما بيرجع بياخد ماتش واتنين وتلاتة بيبقى انفورم، بيبقى برضو ليه وضعه وليه حساسيته في حقيقي. عندي كهربا لما بيبقى كهربا بيلعب كرة وباصص ومركز وقاعد في الحكاية وعايش لها، بنلاقي شكل مختلف، بنلاقيه ليه حضور جامد. صحيح. فكل يوم بيطلع لي حد انا مش غلطان ان هو موجود معايا، لا هو اللي بيثبت ان هو من احقيته ان هو يعمل حاجه بس يعني تبرز عن اسمه. وبرضه يا كابتن اعتقد انه التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر هتكلم عنه دلوقتي، ولكن الاهم بالنسبه لي وهو النظر دائما الى قطاع الناشئين. يعني النهارده زي ما حضرتك قلت في بدايه كلامنا انه كان من ضمن القرارات اللي تم اتخاذها اليوم في مجلس اداره النادي الاهلي وهو تواجد الكابتن محمد شوقي او تعيين الكابتن محمد شوقي كنائبا للكابتن بدر رجب، كنائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين. وبالتالي قطاع الناشئين ونظره دائما على قطاع الناشئين، الرجل برضه واخد باله ان النادي الاهلي بيعمل كده وبيحاول ان يحافظ على قطاع الناشئين، فابتدى يجيب ثلاثه من اللاعبين الناشئين، يعني احمد حسن، احمد نبيل كوكا، زعلوك. كريم الدبيس. هذا الثلاثي وغيرهم موجود بيتمرن على الاقل مع، يعني انت فتره قادمه ستجد ان معظم اللعيبه في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وبالتالي هتجد عدد كبير من الناشئين موجود، وبالتالي نظره الرجل للناشئين مختلفه. طبعا. وانا بحكم ان انا براقب المباريات كلها بتاعت البراعم وبتاعت الناشئين من قبل اتحاد الكوره، فببقى موجود على طول هناك في النادي، اتفرج على الماتشات، على الماتشات غصب عني يعني، بروح ما بيبقى في ما عنديش استوديو ولا حاجه، ببقى هناك في التوقيتات دي كلها وبتفرج، وانا اللي برشح لعيبه كتير قوي. فتلاقي برضو تربيه الناشئ اللي موجود دلوقتي حاليا هو النادي الاهلي. اوكي. يعني انا عندي مثلا، هديك مثلا صغير لسه، انا امبارح كنت بتفرج على 2015. 2015 دول ما لهمش مسابقات ولا ليهم اي حاجه، تمرين بس. انما شفت ولد، مش ولد واحد، شفت مجموعه، المجموعه ب، مش كمان هقول لك عارف. ها كنت يعني مبسوط، انبهرت، بقيت قاعد مبسوط ان ده المستقبل اللي جاي. اوكي. 2014 كذلك، 2013 اعتقد مسكهم ميدو احمد ماهر، يعني الناس دي بتفرج عليها هايلين. اوكي. البادلك بتاع كابتن بدر رجب اللي هو فيه لما جه حصل شويه تعب وشويه حاجات، ان شاء الله يوم بالسلامه. الف سلامه يا كابتن بدر، وان شاء الله كابتن بدر احنا بنرسل لك تحياتنا كلها. طبعا. والمجهود دي الراجل بيخرج من الارهاق والتعب، ابص الاقيه في صحيح وسط الملعب، انت بتنتحر يا بدر ولا بتعمل ايه بالظبط؟ يقول لك دي شغلي وانا بحب الاولاد. وفعلا ليه روح كده ووجود. عاملين حاله كلهم لاولاد اخوات، يعني المدربين كلهم. صحيح. طبعا كابتن وليد ف نفس الشكل، نفس الطبيعي، يعني تحس ان خالد بيبو راح مدير كوره، قطاع الناشئين ماشي بنفس النهج بنفس الشكل. طبعا لان سياسه، بقول لك ما فيش حاجه. بس السنه دي انا شايف فيه امكانيات لعيبه مش القريبين من الدرجه الاولى، اللي هم ال 2007 و2008 و2009 وانت نازل، عندنا كتيبه ولاد مواهب انا لم اتخيل هيبقى لهم دور كويس، دور جامد جدا جدا جدا، يعني كلهم لا يقلوا عن عمر سيد معوض، ربنا يديله الصحه. انا كنت براهن على عمر سيد معوض، ولكن الاصابه اللي حصلت له دي هي يعني انا من الحاجات اللي ضايقتني جدا. الف سلامه لعمر سيد الصغير، عمر سيد معوض. عندي بقى طبعا عندي زي عمر طالع ناس كتير قوي. اوكي.
مواهب. تفكر كل ما نيجي نتفرج يقول مواهب قلت، شخصيه اللعيب نفسه ما بقتش هي دلوقتي. حضرتك بتقول لا 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 لا، انا سعيد ومبهور. اوكي، يعني اعتقد قطاع البراعم تامر حفني. تامر حفني ده طبعا تامر يعني ما بيروحش. يعني كابتن وليد سليمان وتامر حفني وجميع الاولاد العاملين يعني والمدربين، اعتقد كابتن اسامه زكي والنادي كلها، مش حافظهم كلهم بالاسم، انما اما بشوفهم طبعا عارفهم واحد واحد، انما الحمد لله يعني احنا محظوظين بيهم ومحظوظين بالاولاد اللي هم سافروا لهم، راحوا المنصوره وراحوا الاقاليم وراحوا الصعيد عندنا كتيبه لعيبه صغيره هايله، حاجه تفرح يعني. قبل كده انا اقول لك على حاجه، كنت بنطلع اتنين واحد نشد ونوديه. دلوقتي انا مبسوط جدا يعني. حضرتك بتتكلم عن مجموعه ب، فما بالك بمجموعه الف؟ ده انا بقول لك 2015 ب يعني بالصدفه يعني. كابتن هشام اعتقد هو اللي ماسكهم، حاجه تفرح. أوكي. اما بص الاقي ولد صغير 2015، انت عارف 2015 ده عنده 8 سنين وبيعدل وبشماله اشول وبيبعتها من اي حته، فتبقى تبص كده يعني يا رب ربنا يحفظهم يعني ويبقى لهم ونشوفهم احسن مننا على الاقل يعني، ده اللي انا متاكد منه باذن الله. ارتباطات كثيره للنادي الاهلي يا كابتن خلال الفتره القادمه، عشان كده التدوير اللي انت كنت بتتكلم عنه مهم جدا، والمحافظه على اللعيبه كلها وفهم اللعيبه نفسهم للمدير الفني والتعامل مع بشفافيه. يعني النهارده انت جالك لعيبه بتبقى بره الفورمه، لعيبه بترجع تاني، تشوف طاهر محمد طاهر الدنيا بتدور على حته يلعب فيها، واحنا ادينا له رساله هنا وقلنا له يا طاهر ركز عشان انت لعيب كويس، حرام تبقى انت بعد ما كنت نمره واحد عند مستر كولر تبقى بتبحث نفسك عن مكانه في الملعب. عندك انك تقدر تبقى موجود، عندك كوره كمان، عندك حاله بدنيه فارقه عن اي لعيب تاني ممكن تلعب قدامه. صحيح. فليه ليه ما تمتعش نفسك وتمتع الناس اللي بتحبك؟ والناس على فكره من اللعيبه اللي الجمهور بيحبها. طه. بيتلكك لها على انه يعمل حاجه. صح. اول ما يعمل حاجه تلاقي الدنيا هاصت معاه. بصت. نوعيه طاهر ونوعيه اللعيبه الثانيه اللي موجوده كلها اللي هي بيبقى لها تايم او بيبقى لها وقت، الظروف بتسمح لها انها تخش وبتفيد وبتكسب النادي الاهلي، هو ده الشكل اللي انت محتاجه في الفتره الجايه. انك انت لما تقعد كل مره احنا بيحط فرقه ونبص على اللي قاعدين بره فرقه ثانيه. يعني ما تيجي تلاقي من اول مصطفى شوبير وانت نازل بقى كله كريم الدبيس، كريم فؤاد، هتلاقي قفشه، زعلوك، كلام عن الناشئين يعني، كلام على اللعيبه الكبيره اللي قاعده عندك، لعيبه ما شاء الله تبقى قاعده بره تنزل بتعمل فارق كبير قوي. سواء ده اللي انت محتاجه في بطوله العالم للانديه، وده محتاجه في بطوله السوبر الافريقي، هو ده اللي انت محتاجه الفتره الجايه. على كل الاوضاع مفيش حاجه بتضايق لعيب الكوره الا الاصابه. صح. يعني انا رايح الملعب وسليم، وخاصه ان الفتره الجايه هتبقى في معسكرات كتيره قوي، المعسكرات دي مفيده جدا للعيبه. لما بيتلموا مع بعض وبيقعدوا مع بعض مفيش حاجه يعملوها غير كانوا في التليفونات مع اهاليهم وحاجات كده خلاص، وبيتمرنوا بياكلوا ويشربوا كويس قوي وبيناموا كويس قوي في مواعيد كويسه، فدي بتضمن لك ان الانفورم بتاع الفرقه نفسها بيبقى هايلين. بينزلوا الملعب، ودايما لعيبه النادي الاهلي لما يكون لها سابقه تهديف بيأدوا وبيعزفوا سيمفونيه حلوه، بيطلعوا الكره اللي عندهم الجميله يعني. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن منتخب مصر الاهم الحقيقه دلوقتي، لانه احنا عندنا مباريات لمنتخبنا الوطني بكره وبعد يعني بكره والايام القادمه، وبالتالي هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني ورؤيه النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم لمنتخب مصر في مبارياته الوديه القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. منتخبنا الوطني ومباراتين وديتين، الحقيقه انا بشوفهم المباراتين على اعلى مستوى، ولكن قبل برضو ما اتكلم عن المنتخب دايما السؤال اللي انا بساله خلال هذه الفتره او خلال الاسبوع بالكامل ده سؤال مشترك، وهو لماذا يفقد الجمهور المصري الشغف لرؤيه منتخبنا الوطني؟ السؤال ده يا كابتن انا نفسي الاقي اجابه ليه. يعني انت خلينا اقول لك على اخر مباراه مصر وتونس، مصر بمحمد صلاح بكل نجومها، تونس بعلي معلول وكل نجومها، وما فيش غير 20 30 واحد موجودين. ودخول مدارس ده كلام
يعني والماتش في بعيد مش في مصر مش كده؟ كان في الدفاع الجوي اعتقد. كان في الدفاع الجوي؟ تهيألي. لا يبقى هنا وملعب صغير. طيب المسموح ايه؟ مسموح الاستاد كله. والله؟ والله. غريبة جدا. لا أنا يعني مش بتكلم على الماتش ده تحديدا. لا وجود صلاح في حد ذاته. بالظبط. يعني أنا بتكلم على حالة عدم الثقة بالاستمتاع. والاستمتاع بالمنتخب زي زمان. كان لسه فريش محمد صلاح. كانت الدنيا بتجري وراه. محمد صلاح يفضل طول عمره فريش. يعمل كده يعمل كده وراه يعمل كده. ف عندك تفسير للموضوع ده يا كابتن؟ اهتمام يعني في ناس اهتمام؟ يعني في ناس بيحسبوها يعني. جميل يعني بتحسبها موضوع تذكرتي ده مثلا عامل حالة؟ بالعكس ده عامل حالة جيدة لأنه جيدة للرياضة عموما للدنيا كلها. بالظبط. فسهل لو أنت قاعد في البيت بتطلع وتعمل بدل ما تروح تقف في طوابير. حالة اقتصادية؟ حالة معرفش. التذكرة عاملينها بكام؟ أنا ملهاش سبب. ما سألتش بس. ملهاش. مش فاكر. يعني ملهاش. الناس اللي بتحب الكورة ومحمد صلاح في الملعب والنني وتريزيجيه والناس دي كلها لازم يبقى اكيد راح اتفرج على فيلم يعني. صح. راح سينما. راح سينما ولايف يعني. بشوف قدام عينك. بشوف الناس الابطال بتوعي اللي انا بحبهم. صحيح. لايف يعني. صحيح. مش فيمكن كان اليوم ده ليه ظروف يعني ماشي. هنعديه. هعديها اليوم ده. بعد كام يوم مشكله. اما نشوف الفتره اللي جايه هيحصل ايه. طيب الماتش او منتخب من التصنيف الاول المنتخب الجزائري ومنتخب من التصنيف الثالث المنتخب الزامبي. عايز اقول لك على حاجه. احنا بنتمتع اليومين دول بحكايه المباريات والاعدادات والمباريات الوديه ده ما كانش موجود قبل كده. يعني الحقيقه في كل اجنده دوليه بتلاقي ماتش وماتشين وماتشين كويسين. احنا ما كانش عندنا ما كناش مهتمين بالكلام ده. ما كناش يمكن من الاسباب ده برضه. ما بنوفرش للمنتخب بتاعنا الاحتكاكات دي. أوكي. احنا على طول كنا نخش عنتر شال سيفه. صحيح. من غير ما نلعب. شفنا زامبيا دي قبل كده لعبناها. شفنا الجزائر دي عملنا معاها ماتش ودي قبل ما نخش معاها اي بطوله. احنا على طول اصطدام بالواقع. معانا السلاح الجامد بتاعنا اللي هو اللاين فيرود بتاعنا محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش ومحمد مصطفى محمد مش عايزين نلعب اي حد. واحد جالي من فرنسا والتاني جالي من ليفربول والتالت جالي من الدوري الانجليزي الفرنساوي والتاني من تركيا. الحته دي كانت الاعتماد الاساسي على الشكل بتاع المنتخب بتاعنا. فعملنا له مباراه وديه ما عملناش مباراه وديه. لا ده احنا خايفين حتى في المباراه الوديه ان هم يتعوروا عشان دول محترفين بره. المباراه الوديه ما كانتش على الخريطه. ولكن اصبحت المباريات الوديه اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي كانت الماتشين اللي شفناهم قبل كده سيبك من النتيجه يعني والالتحام والاخطاء بتحصل فين والنتائج شكلها ايه. هو ده الاكيد الشيء الوحيد اللي هينجح في البطوله الافريقيه وفي تصفيات كاس العالم. انت ما تعرفش القرعه زي ما انت بتقول في قرعه تبقى بكره ان شاء الله الساعه 10. ف جميل جدا ان انت تتعرف على الفرق الثانيه ولكن سيظل دائما وابدا زي ما انت قلت شمال افريقيا بالنسبه لنا هو الاقوى. هي ماتشات الحمد لله ان احنا كل الابيض يعني كل شمال افريقيا انت معاهم في صف واحد يعني. كل شمال افريقيا في التصنيف الاول الحمد لله. انا دائما بتكلم معاك على فرقه الجزائر. انا بعتبرها من اقوى الفرق هي والمغرب في الجزائر المغرب تونس السنغال مصر هم دول الاربع خمس فرق اللي يجي بعدهم كله بقى الكاميرون ديفوار فرقه كويسه كودوفوار ديفوار من تصنيف اول برضو. يعني دول هم البومينج او الحكايه اللي انت لما تروح تلعبها لسه عندهم محترفين موجودين جوه الملعب. بيستخدموا محترفين وبيخرجوا. طيب. محترفين. روي فيتوريا قال ان هو بيحاول ان هو يبقى قريب من شكل اللي هيحصل ايام في امم افريقيا. شكل المعسكر اللي هيحصل في امم افريقيا. هل بتعتقد ان المعسكر اللي عامله في الامارات ويلعب فيه مباراتين وديتين ما بينهم ثلاث ايام زيه زي افريقيا قد يساعد روي فيتوريا على الانسجام السريع مع معسكر المنتخب القادم؟ اوكي بس مش هيلاقي الرفاهيه اللي موجوده في الامارات. هناك كوت ديفوار. ناحية تانية لا رفاهية أقل طبعا. لا هتلاقي أوتيل شيك قوي. وفود صح والأكل كويس قوي صح
ولكن المطر والاجواء اللي بتبقى مصاحبه دي بتبقى الرطوبه صعب عليك انت شويه. ارضيه الملاعب هناك كمان يعني مش مضمونه زي السعوديه والامارات صحيح، الحته اللي احنا بنروح نلعب فيها بنتفرج كمان عليها، وهنا كمان بقت فيها ارضيات كويسه جدا. فهو ده المعسكر، كل حاجه هتبقى ماشيه كويسه قوي، ولكن هيبقى عندك صعوبات في ارضيه الملعب في التحكيم، ولكن يمكن طبعا بنامل ان التحكيم يبقى حضرتك تقصد هنا في امم افريقيا، اوكي يعني بالاتجاهات، انت دايما انت اللي بتقول كلمتك في الملعب فبتوقف الناس كلها عند حدودها. نعم. ولكن لو لعيبه لمس في 18 عندك ولا حاجه تيد بينالتي ما مالكش من دايما انت فرقه مصر ما تفهمش. يعني انا ساعات ببقى شايف ان الجزائر اقوى من مصر. اسلوب لعب الجزائر بالاجريسيف اللي هم فيه بالاجريسيف واي والبتاع ده بيجبر كل اللي حواليه انه يعمل حسابه. احنا بنلعب على بهدوء شويه، بهدوء كوره، احنا بنلعب كوره. احنا بنبقى عايزين نصطاد الفرق اللي ملعبها بالشغل البرازيلي، احنا بنسرق مباريات صحيح، واحنا في اقل مستوى بنسرق المباريات، تلاقينا بنلعب في الفاينل. عندنا سكه ازاي نكسب مباراه أوكي. مهما كان مين المنافس. زمان كنا بنحكي ونتحاكى على ديفنس، وانت كنت من قاعد الناس اللي بيلعبوا في الديفنس، كنا مبسوطين بالديفندرز بتوعنا قوي. من ايام مانويل جوزيه كنا بنلعب 3-5-2 صح، كان في ثلاثه في العمق وطرفين بيبقوا قويين جدا، وكانت كتيبه النادي الاهلي الحقيقه شايله الحكايه كلها. وده انا لسه هقوله لمنتخب مصر، يعني مش الاربعه خمسه سته بتوع الاهلي هم اللي هيبقوا اساس. انا لو مكان فيتوريا ده اعمل فرقتين منتخب مصر، عندي المساحه والوقت ان انا اعمل فرقتين، لان انت عندك معتقدات كتيره جدا، هتحتاج لعيبه كتيره جدا، ما تعرفش ظروف الدنيا فيها ايه. بتعتمد على واحد زي امام عاشور مثلا من اللعيبه السوبر اللي موجوده دلوقتي. صحيح. لا قدر الله هو اتخبط هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لان انت بتفكر وبتواول محمد صلاح ده هيبقى له بديل امام. هو عنده يعني محمد، في مصطفى مصطفى فتحي في بيراميدز، ومصطفى محمد للكهرباء، كهرباء ليه مصطفى محمد ايضا ناحيه الشمال في مرموش. انا نفسي يا اسلام انا وانت زيزو نشوف حد من المنتخب الصغير. كوكا، خد كوكا اهو مثلا، كوكا في نص الملعب يعني بدايه جيده. يعني لما تاخد محمود حماده اخد كوكا بقى، يعني فهمتني؟ لما يبقى عندك محمود حماده اخد كوكا، خده اخد ناس كتير، مروان عطيه. يعني الناس دي مش بمثابه بلعب بالحته، انت عندك استعداد انك تقدر تعمل اكتر من 25 لعيب عندك كويسين جدا. طبعا يقدر يطلع من رايك في فيتوريا ايه يا كابتن؟ يعني انت شايف فيتوريا مدير فني طبعا له اسمه، رجل له اسم كبير في عالم كره القدم وكل شيء، ولكن في مصر انت حتى الان هو بقاله سنه تقريبا اهو، شايفه ازاي؟ انا دايما فنيا طبعا لا انا مع فيتوريا كيروش وات ايفر مين هيجي، انا ما شفتش لحد دلوقتي خطه اعداد خمس سنين ادفانس لقدام. قدام ما جبتش مدرب قلت له انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك تعد لي عده لخمس سنين قدام. انا دايما بجيب المدرب تحت الطلب، انا عايز اخش بطوله افريقيا، انا عايز اخد كاس افريقيا، انا عايز اخش تصفيات كاس عالم، انا عايز اروح. هو انا عايز اروح كاس عالم. هو روي فيتوريا ما جابوش فيتوريا من قبل الموضوع ده بسنتين. اوكي فهمتني؟ يعني عد العده دي، فانا اقعد معاك كده مع اللي جاي يعني. اللي هو قعدوا مع فيتوريا قالوا له انت الاربع سنين اللي جايين موجود معانا. بس كان المفروض يجيبوا من سنتين ثلاثه قبل، يجيبوه بقى قبلها زي ما عملت نيجيريا قبل كده وغانا. جابوا لا اليو سيسي مع عملوا ناس مع السنغال بقاله كام سنه يعني وصل نهائي افريقيا كابتن، خسر نهائي افريقيا، لعب كاس عالم لا كمل معاهم خدها بعد كده السنه اللي بعديها، ولعب كاس عالم خد مننا ضربتين يعني صح. فانا يعني المدرب بالنسبه لي تقييمه لازم يكون عنده يعني فتره كبيره جدا مع شاف الدنيا والمصريين عاملين ازاي واللعيبه دي بتشتغل واللعيب ده ازاي وده ولف وعمل، عايز وقت كبير جدا، عايز وقت. انا بالنسبه لي اللاعب هو نمره واحد في نجاح المدرب. اوكي يعني الشكل الفريق اللي هو بيختاره
بالجماعه اللي معاه الاحتياطيين بالكله يوم المباراه، توفيق اللعيبه من توفيق المدرب. انا لحد دلوقتي ما شفتش تغيير عبقري حصل في المنتخب مثلا. فهمتك. يعني ما شفتش حاجه، ما شفتش جمله اللي احنا انا وانت بقى بنتفق عليها دي، ها ما شفتش لحد دلوقتي حاجه. انا شايف مجهود تريزيجيه وانطلاقاته، مرموش، محمد صلاح، وفنياته وتحركاته والتحرر اللي بيعمله، انا مش شايف حاجه جديده. يعني حتى انا بتمنى دايما لما بتفرج على النادي الاهلي بحس ان في ناس بتخش جوه ويطلع علي معلول، وبعدين يخش يبقى عندي واحد زي ديانج بقى عنده جبهه هو ومحمد هاني قاعدين يزعجوا جميع الفرق اللي بيلعبوها. انا لحد دلوقتي ما شفتش، تحس ان اللعيبه اللي جايه من اوروبا اللي هو بيعتمد عليهم اي مدرب بيمسك المنتخب جايين كل واحد بالحته بتاعته. يعني انا دول الشويه اللي انا لاعبهم في نانت، ده الشويه اللي لاعبهم في ليفربول، دول الشويه ده اللي بيعرف يعدي زي ده، وده اللي بيعرف ايه، وده اللي بيعدلها عشان انا ما شفتش جمله بيب جوارديولا. يعني انا ما شفتش جوارديولا اللي هو باس باس باس. احيانا انا اشوفه بيتكلم على الموضوع ده من بره، ولكن الموضوع ده انت ما عندكش تايم تتحكم فيه وتديه تشربه للعيبه. ما عندكش سيستم. انا مش شايف وانا بتفرج على المنتخب، وده اللي حصل معاك في ماتش تونس على فكره، لما بتطلط جون او الدنيا بتقيس الحكايه منك. يا سلام راحتك ملطوط جون تاني. طب ليه احنا دخل فينا الجون ده؟ عشان احنا لم نعد العده للكرات العرضيه اللي احنا هنقابل فرقه جامده هتلاعبنا كويس. وبعدين بتلاعب اتنين كان ما اعرفش مين ساعتها، كان عبد المنعم كان بيلعب ولا كان مين؟ محمد عبد المنعم وعلي جبر. يعني في تجارب ساعات بتحصل في وسط الدفاع، في الدفاع الهارموني بتاع اللعيبه متغيره طبعا. والماتش ده بالذات كان فيه تغيير كتير قوي، لان كان عندك لعيبه كانت رايحه مع نادي الاهلي كمان الاربعه او حاجه زي كده. ف مش معقول اربعه هيخرجوا من فرقه الفرقه تقع فرقه ثانيه. صح. اخيرا يا كابتن، فيتوريا قادر على ان يقود المنتخب للتاهل الى كاس العالم وان يفوز ببطوله امم افريقيا؟ اللاعبين برضه، اللاعبين هم اللي قادرون ان هم يحققوا احلام الجماهير. انما انا ما شفتش حاجه جديده برضه. يعني نتمنى ان احنا نشوف حاجه جديده. أنا انت لعيب كوره وفاهم يعني وشايف. يعني انا ما عنديش جرانتي، مش حاسس بالجرانتي الا عن طريق ما فيش جمله تخليك تتعب، ما فيش حاجه، ما فيش جديد في الفرقه. هي اخرهم زيزو، يعني هم مع زيزو، مع مش حد تاني يعني. ما هم الحكايه في رجلهم هم يعني. خلينا ننتظر بكره ويوم 16 ايه اللي ممكن يحصل. انا متفائل باللعيبه، ولكن ما عنديش اي حاجه محسوسه من المدرب. احس ان هو غير جلد الناس دي، هو غلبان برضو غصب عنه، دي لعيبه جايله من بلاده. اي حد دلوقتي هيمسك منتخب مصر ما هيجيب اللعيبه دي يا كابتن، هيعمل ايه؟ ما عندوش، هو بس ما عندوش يعني. لو انت اللي ماسك المنتخب ما انت هتجيب اللعيبه دي برضه. بس عبال ما انا قاعد مستني الناس دي هالف لي باك رايت حلو على باك ليفت حلو على اتنين في العمق يخلوني ابقى مامن للفراوده اللي انا جايه لي دي، والنادي امن لهم الحياه التحتيه. احنا ما عندناش حاجه. البنيه التحتيه دي اللي هي الكره الثانيه اللي انا بكلمك عنها، اللي هي دي ابقى مامن الناس دي، الناس الرفاهيه اللي جايين دول اللي بيعرفوا يجيبوا جول، واللي بيعرفوا سعرهم ان هم بيجيبوا جوال طبعا. ابقى انا عامل لهم وانا بشتغل هنا كتيبه تحت كده صلبه. طيب ما هو عامل يعني، لو جينا ناحيه اليمين في عندك محمد هاني، عندك عمر كمال، ناحيه الشمال في ابو الفتوح ومحمد حمدي، في وسط بتاع عندك عبد المنعم، عندك خلي بالك انت عندك احمد حجازي والونش، الاثنين دول فارقين جدا معاك. طيب يعني دول، فانت عندك محمد عبد المنعم، وعندك علي جبرو، وعندك اسماء اخرى كثيره في هذا المجال، عندك في وسط الملعب النني، وخد بقى اسماء كثيره. عندي كل حاجه، ما عنديش واحد جنب حامل. ما عنديش واحد جنب محمد عبد المنعم. عندي كل حاجة، ما عنديش البلاي ميكر في منتخب مصر لحد دلوقتي اللي يغذي صلاح ويغذي الدنيا ويعملها. مش عايز يعترف بقفشة. ليه؟ عشان قفشة يوم فوق ويوم تحت، يوم فوق ونص نص. لا، لازم يبقى عندك عين انت شايف مستمر في هذا الأمر. صح. لازم حد يبقى ورك
يعني بيشتغل على الحاجه دي. احنا قاعدين ما بنعملش حاجه، مستنيين اللعيبه بتاعتنا دي لما تيجي من بره. طب انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ بتتفرج على ماتشات الدوري وبتاع. لازم يبقى في سيستم شغل تاني، لازم كرييت سمثينج لنفسك بقى، لاسمك. يعني جيت كل الكرييشن او كرييت اللي عمله او محمود حماده. اوكي، مين محمود حماده؟ لعيب بيلعب في فرقه انت شايف ايه محمود حماده؟ لعيب كويس في وبين الكره. اقعد اتكلم مع المحللين بتوعنا، لعيب كويس قوي بيمسك الكره. سو بعدين بيوديني لغايه فين؟ انا بلعب على البوكس. ايه الامدادات اللي عنده؟ ايه كام شوطه شاطها مع المنتخب؟ ايه تيجي تلاقي في لعيبه تانية جنبه ما اعرفش ايه، من لمسه يودي واحد على الجول. من انت من حالتك بقى، الحاله البدنيه لازم توفرها له، انت لازم تخليه يبقى كويس، انت لازم توفر الهارموني بتاع الناس اللي بتحبها، اللعيبه اللي بتحبها. انما مش انا ممكن الاقي لعيب انا ما سمعتش عنه قبل كده وبيلعب. صح. ايه الاسباب والسبب ايه وبتاع ايه؟ اتحمله هو بقى. نتمنى ان احنا نشوف المباريات القادمه مباريات جيده، سواء مباراه زامبيا او الجزائر واللي بعد كده ان شاء الله يبقى افضل وافضل. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف، دايما بنستمتع بوجودك. يا رب ما اكونش بس يعني خليت الحكايه. لا انت بتقول رايك. لا مش حكايه راي بس، يعني ان لا ورايك. انا بتمنى الاحسن طبعا دايما يعني لمنتخب مصر. بنتمنى الاحسن وخاصه لمنتخب احنا عايشين على الطبله اللي في المدرجات ترجع تاني ان شاء الله عشان نكون في كاس العالم باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن مصر على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل الاساتذه الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن منور. الحمد لله ربنا يخليك. خليني ابدا مع حضراتكم. طبعا انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اليوم او منذ قليل، والاجتماع ما زال انعقاده مستمرا حتى يوم الاثنين القادم، وبالتالي لم يخرج الا يعني قرارين، قرار للتضامن مع اخواتنا في فلسطين، والقرار الثاني هو تعيين كابتن محمد شوقي نائبا للمدير الفني رئيس قطاع الناشئين. اعرف برضو رايكم. تمام. طبعا بالنسبه للبيان اللي اصدره مجلس الاداره النهارده، هو بيان متوقع من النادي الاهلي. نعم. كمؤسسه مصريه رياضيه تعرف دورها جيدا وتعرف القضايا المصيريه سواء على المستوى العربي او على المستوى الدولي، وخصوصا تجاه الاشقاء في فلسطين. ومن هذا المنطلق صدر البيان في الاجتماع النهارده برئاسه الكابتن محمود الخطيب على التضامن الكامل مع اشقائنا في الدفاع عن حقوقهم المشروعه. وطبعا زي ما قلت ان هو ده امر طبيعي جدا، النادي الاهلي بيمارس الدور الوطني طبعا الرائد اللي هو متعود عليه طول العمر يعني. بس استاذ محمود، طبعا مش غريب عن النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره جدا، في ظل كمان تفاعل الدوله المصريه في حد ذاتها ومساندتها للقضيه الفلسطينيه. طبعا مصر هي الحائط الاول من وجهه نظري يعني في كل الازمات العربيه، وهي يمكن جزء الفاعل بصوره كبيره جدا، وهي بتتحمل كثير من الضغوطات. كمان النهارده يمكن لفت للنظر بيان اللي اصدره الازهر الشريف الاستاذ دكتور الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، بيان اكثر من رائع. كل هذه اكيد في فعاليات في الايام اللي جايه، واكيد النادي الاهلي ودوره الكبير ليس دور قاصر على الرياضه، بل دور تفاعل مع كل القضايا وهموم الوطن، والوطن الاكبر هو الوطن العربي، وكل شيء يمس يعني بلادنا بتبقى مؤسسه الاهلي حاضره بنوع من التضامن. وده طبعا امر طبيعي في ظل، والكل المفروض بامانه شديده يتوجه بالدعاء للاخوه في غزه ان شاء الله، انه ربنا يعدي عليهم الايام الجايه، ايام صعبه جدا يا رب بامانه شديده يعني. يا رب دائما ان شاء الله، ويظل دائما الشعب المصري. طبعا القرار الاخر اللي هو الخاص بتعيين كابتن محمد شوقي، يمكن احنا في وسط الكلام ما جبناش سيرته، انما هو قرار طبعا صائب محمد شوقي من اعمده او من ابرز نجوم خط الوسط في النادي الاهلي في السنوات الاخيره، ومخلص جدا للنادي الاهلي، ووجوده كنائب
للمدير الفني لقطاع الناشئين هو كابتن بدر رجب. اعتقد ده يسهل كمان العمل اكتر وهيدي اضافه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. الكوادر يعني زي ما قلنا كابتن وليد سليمان وان هو تولى مسؤوليه الشؤون الاداريه في قطاع الناشئين مع عوده كابتن بدر رجب بعد رحله تدريب في فريق الجزيره الاماراتي. اعتقد انه برضو كان شيء متوقع منتظر اضافه عنصر من عناصر برضو الواعده تدريبيا خاصه بعد ما عمل تجربه كويسه مع المنتخب الوطني في نهايات امم افريقيا وكمان مع المنتخب الاولمبي اعتقد مع كابتن شوقي غريب قبل كده في امم افريقيا 23 وبعد كده مع في طوكيو برضو كان نفس الشيء. فاعتقد برضو محمد شوقي يتمنى ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويكون شيء مميز انك انت في الفتره دي محتاج تدور على الكوادر اللي تبقى عندها عين انها تفتش طلع لك النجوم الشباب الواعده دي على فكره من الحاجات المهمه جدا اللي النادي الاهلي وقطاع الناشئين فيها بيدور عليها، يعني بيدور على المدرب اللي يقدر يكتشف. انا من وجهه نظري كمتابع واتكلمنا وقلنا هنا انا اكافئ المدرب اللي يكتشف لي لاعب، لا اكافئ المدرب ولا المدير الفني اللي ياخذ له بطوله في قطاع الناشئين، مش ده المقياس، المقياس انت في الاخر عاوز تنتهي بعد سنه بعد اثنين يكون عندك في تدعيمات بتيجي انت صناعه من عندك انت صناعه محليه من عندك للفريق الاول. واتمنى محمد شوقي اتمنى له التوفيق واتمنى الشفاء للكابتن بدر رجب ان شاء الله ونتمنى نشوف القطاع في الفتره اللي جايه يكون افضل حيويه ونشاط كمان في وجود كابتن تامر حفني في مدرسه الكوره وكثير من المدربين الواعدين ان شاء الله باذن الله. طيب بما اننا بنتكلم عشان نقفل قصه الاداره، الحقيقه انا اتكلمت من كام يوم او من 3-4 ايام على الاداره المحترفه. معنى الاداره المحترفه ان انت كمدير فني في اي لعبه اهل كوره سله طايره قدم اي حاجه، ما هي الكوره هي قدم ماشي كره القدم كره القدم في اي لعبه من الالعاب بتلبي احتياجات المدرب. وبالتالي احنا عندنا اعتقد ده وجهه نظري عندنا اداره محترفه تستطيع ان تلبي ما يريده قطاع الكوره وقطاع النشاط الرياضي بالكامل وبالتالي الاستحواذ على كافه البطولات واسعاد جمهور النادي الاهلي. هو دايما الاداره السليمه بتراعي او يبقى عندها نظره مستقبليه، يعني مش بس بيبصوا تحت رجليهم لا كمان بيفكروا في المستقبل القريب والبعيد. لان في النهايه طول ما انت بتشتغل انت محتاج تدعيم واكتشاف للكوادر، يعني قد يكون احد العناصر متالق ومفيد جدا لكن لم يحصل على الفرصه. صحيح، وده شيء مهم جدا يعني حتى زي ما شفناها على مستوى اتحاد الكوره مثلا في جزئيه تعيين اتاخر قوي للكابتن احمد الكاس مثلا. يعني صحيح، يعني احمد الكاس اسم كبير اسم كبير جدا كلاعب وكمدرب، بس احنا بنقول ايه ان تتاخر خير من ان لا تاتي. صح، يعني فلكن تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. بالظبط. لكن بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان نظام العمل يعني مواكب قوي وبيشتغل بحس يعني مستقبلي جيد جدا. وده على فكرة اللي بيخلي دايما في حالة اطمئنان عند الجماهير وعند الاعلام من انه النادي الاهلي بيستمر دائما في العطاء حتى على مستوى البطولات لانه في تواصل الاجيال. صحيح، ده شيء مهم جدا جدا. استاذ محمود، اداره محترفه تعني بطولات واسعاد جمهور. اداره محترفه تعني موسم 10 من 10 بالظبط، انجاز كبير جدا. ولولا الاداره المحترفه انها اعطت لكل شيء يعني حقه ما كانش حصل لك التوفيق. لا ما هو برضه معلش يا استاذ محمود، ما هو ده يودينا حته ثانيه. يعني انت مش معنى ان انت تبقى يعني احنا خسرنا دوري السوبر الافريقي في بدايه ده معنى لا لا انا بتكلم على انك انت في نجاحك في الموسم الماضي انك انت اديت لكل عملت نهضه كبيره جدا. موسم استثنائي طبعا يعني عملت يعني انا بصراحه صراحه طبعا انا بأشفق على اللي جاي. لا طبعا على اي حد جاي ما تشفق عليه طبعا. انت النهارده عملت الموسم الماضي اكثر من رائع على قطاع الكوره 10 على 10. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كبيره جدا. الدوري دوري ابطال افريقيا مثلا السنه انت بدات حصل لك اخفاق في بطوله السوبر الافريقي، دي كانت برضو شو انا شايفها ان لها ايجابيات وليها سلبيات، وايجابياتها اكتر من سلبياتها. بتديك دفعه بتديك جرس انذار قبل المعترك الاهم. فاعتقد برضو انه الاداره المحترفه برضو بتفكر في اللي جاي بكره، يعني ايه ما تنتظرش. يعني انت النهارده عندك تفوق
انا بتكلم دلوقتي على الشغل اللي انا هعمله السنه الجايه عامل ازاي في قطاع الالعاب المختلفه. يبقى عندي مثلا لما يحصل توفير النهارده للفريق في نصف النهائي بطوله البطوله العربيه اما فريق سلا المغرب نزع لها، انا كان نفسها تروح للمباراه النهائيه زي السنه اللي فاتت برضو وخسرناها في ظروف، والسنه اللي قبلها فاعتقد اللي فزت بيها برضو هنا في برج العرب. فاعتقد انه في حاجات بتديك كده جرس انذار مبكر، لا استعد الموسم هيبقى صعب، الحفاظ على القمه مش سهل، التفكير في تدعيم القطاعات مختلفه شيء مطلوب ولابد يكون في شيء من الاستمراريه. انا كنت بتدق الكوادر المهم سواء على الكوادر الاداريه سواء كوادر فنيه. فاعتقد انه لا هيبقى في على فكره جمله عمل كبيره جدا وخليه نحل داخل النادي الاهلي، خاصه انه الفتره دي عندك توقف هينتهي يوم 16، هتطير الى تنزانيا يوم 18، بتجمع لعيبتك من كل حته، من هنا من طوكيو، من هنا من جنوب افريقيا، وبيرسي تاو والراجل ما راحش مثلا واعتذر عن المعسكر، والراجل مدرب بهاجمنا بتاع منتخب جنوب افريقيا، عندك ديانج، عندك كمان السبع لعيبه اللي هيجوا لك من الامارات، عندك اللعيب الفرقه لما ترجع تتجمع. يعني عاوز اقول لك ايه، زي ما احنا قلنا انه هيبقى موسم صعب في ظل كثره الترحال صح. ماشي وركوب الجو امر مرهق، الناس فاكره انه سهل، امر مرهق على اي حد، على انسان على الرياضي ما بالك يعني على الانسان العادي ما بالك على الرياضي كمان. فاعتقد انه كابتن اسلام لا اداره السنه دي انا شايف برضو هتواصل العمل وهتبرهن على انه اللي اتبنى صح وتاسس ليه يعني، والامل كبير جدا ان شاء الله في توفيق ربنا في ايه التوفيق خلال الموسم الجاي ان شاء الله، ويمكن بطوله الدوري الافريقي هتبقى ان شاء الله بشاره خير للفريق باذن الله تعالى ان شاء الله. اللي عندنا السنه دي يمكن احنا الفريق الوحيد او النادي الاهلي الفريق الوحيد اللي في العالم بيشارك في بطوله العالم للسله وبطوله العالم للهاندبول وبطوله العالم لكره القدم العالم يعني كاس العالم للانديه يعني كره القدم. اعتقد انجاز كبير جدا جدا هو الحقيقه يحتاج رغم ان النادي الاهلي معتاد على البطولات، انما الموسم الماضي زي ما حضرتك قلت وقال برضو الاستاذ محمود حصل في يعني مش هقول استثناء، هو استثنائي فعلا انك تحصل على كل هذه البطولات. وانا بعتقد ان ده يعني لعيبه النادي الاهلي صعبوا علينا كلنا ها الموسم الجديد طبعا. لان انت النهارده مطلوب منك مش ان انت تكسب البطولات، انت بتدافع عن الالقاب، ده الاصعب. ايوه طبعا اللي انت حصلت عليها. واعتقد برضو مع وجود السياسه الواعيه في اداره النادي الاهلي اعتقد ان ده بيدي على طول مؤشرات. يعني ما هو انت ممكن تشتغل، ممكن يصادفك سوء حظ في احد هذه البطولات. يعني زي ما شفنا النادي الاهلي لم يقصر امام اتحاد العاصمه بالشكل اللي يخليه يخسر صحيح، انما هو بذل كل الجهد وكل لعيبته اجادوا، ولكن لم يكن هناك التوفيق اللازم لتحقيق الهدف. ده مش معناه برضو ان انت تتوقف، يعني انت دايما ودي ميزه موجوده يعني الحمد لله عندنا انه انت بتشتغل وبتاخد بالاسباب، بتاخد من انكساراتك لانجازاتك، وحتى لو تعرضت في مشوارك لاي نوع من الاخفاق او التعثر ده مش معناه ان انت هتتوقف. انت لا طبعا زي ما كنت بتقفل الصفحه وانت منتصر عشان تروح للبطوله اللي بعدها، البطوله اللي بعدها انت ايضا كده. حتى لو يعني النهارده خسارتنا في السله انت بتقفل السله خلاص البطوله العربيه انتهت، وبعدين انت اخفقت بمين؟ معلش انت في الدور قبل النهائي هتلعب على نفس الميداليا بتاعه المره اللي فاتت. لا المره اللي فاتت كانت المره اللي فاتت كان فاينل مع الكويت الكويتي، كان فاينل مع الكويت الكويتي. انت ايضا المره دي سيمي فاينل، ماشي سيمي فاينل يعني هتلعب على ميداليا. فالموضوع يعني يستحق ان انت تفضل محتفظ. والنادي الاهلي على فكره النهارده في الباسكت كان متقدم ومتفوق يعني شيء غريب جدا، انما وارد في الرياضه لازم ان احنا بنتقبل صحيح الفوز والخساره. في النهايه لا تتوقف عن العمل، في النهايه لابد ان اهدافك تتجدد صح. يعني ما فيش حاجه اسمها ايه يا كذا يا اقعد، لا ما فيش حته الايه الانهيار
اذا فشلت في تحقيق الهدف الاكبر. لا انت شغال على الاهداف الاخرى وربنا بيوفق بعد كده يعني. انت بتروح ثلاث بطولات يا كابتن اسلام، يعني مونديال الانديه لكره القدم في ديسمبر، وفي ترقب المواجهه ما بين اوكلاند وبين الاتحاد جده والناس اللي عاملين عليها هيصه، لما تروح كمان سوبر جلوب فريق اليد هيلعب في مجموعه برشلونه والنور السعودي، ها برضه دي مواجهه وحدث. رحت مونديال الباسكت لاول مره في تاريخك، وكان عندك فرصه تروح في السيمي فاينل، لكن هي دي الكوره يعني، هي دي اللعبه كده يعني. انت برضه ايه قابلت فريق مريح عنك يوم وانت لعبت النهارده مثلا، فالوضع برضو كان ايه، الخبرات برضو والكلام ده برضو ما بيجيش الكلام ده ما بين يوم وليله، مع الطموح بيزيد وبيرتفع وبينخفض، ده امر طبيعي جدا. فانا عاوز اقول لك كل يعني ما فيش فريق على مستوى العالم راح ثلاثه مونديال الانديه في سيزون واحد، كل الالعاب تقريبا العاب يعني كل الالعاب يعني، عندك كره القدم وبعد كده لعبتين. فاعتقد انه دي حاجات جيده جدا، ناخد من الحاجات دي بتديك خبرات بتتعلم منها. يمكن انا شايف انه فريق الباسكت دفع ثمن من وجهه نظر يعني حالات ممكن التشبع الفني والارهاق والضغط، بدايه من بطوله وعلى طول بدات في بطوله ثانيه، ممكن دي تكون اثرت، وناس ثانيه تقول لك لا كان يبقى عندك فرصه انك انت احتكيت بمستويات اعلى فانت رايح بمستوى المفروض تكون، لكن هي دي الحسابات هارد لك. لكن برضو ده التواجد برضو في الاحداث الكبرى مهم جدا. الاهلي اصبح في الباسكت عنده فرقه مميزه جدا، عندها موسم صعب السنه دي لانه كل الانديه الاتحاد دعم، الزمالك دعم، الجزيره وسبورتنج، هتبقى منافسه شرسه جدا وتحديات كبيره جدا لوجست بوش. ايضا عندك كمان لسه انطلقت الفولي الجديده مع المدرب الايطالي، عندك كمان اليد بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا اللقب السادس في الكونغو. طبعا الترقب والحدث الاهم هو المشاركه كمان في النسخه الاخيره لمونديال الانديه، ومباراه الفايز من اوكلاند واتحاد جده هتبقى مباراه تاريخيه ومباراه كبرى. كل الاحداث دي كلها متلاحقه بتبقى تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى طبعا مزيد من العمل، وقبل مزيد من العمل طبعا التوفيق. التوفيق بيبقى عنصر اساسي ومهم جدا في خلال انك انت ربنا بيكافئك على حجم الجهد اللي انت بتعمله. فلا شك انه هيبقى موسم صعب على كل الفرق في النادي الاهلي في كل المنافسات، هتحتاج مزيد من التركيز، محتاج تقلل نسبه الاخطاء، محتاج يعني يمكن زي ما شفنا مثلا في المباراه الاخيره مع النادي الاسماعيلي، وازاي كولر عمل ايه بقى في غرفه اللبس مع اللعيبه، وازاي شدوهم وبتاع رغم ان اتعملت مباراه كبيره جدا ونتيجه 3-1، كان ممكن تبقى اكتر من 3-1 بكتير جدا، فرص كتيره والعارضه والقائم وشيل وحط. يعني عاوز اقول لك ايه، انا يعجبني ده، يعجبني المدرب اللي يخلي اللعيب يحسسه ان هو ايه الدنيا مش سهله، وانك انت كان ممكن تروح افضل وما تديش المنافس فرصه انه يدخل معاك في المباراه حتى لو كان اخر خمس دقائق. فعاوز اقول لك انه الحدوته السنه دي هتبقى مختلفه. الحدوته صعبه، وبدايه الفعليه هنشوف المواجهه الصعبه جدا مع سيمبا التنزاني، خاصه احنا نروح تنزانيا مرتين السنه دي، مره مع سيمبا ومره مع يانج افريكانز. فاعتقد خلاص تبقى الاجواء دوري الابطال ودوري الابطال والدوري الافريقي. طيب برضه يا استاذ جمال، يعني اخد بريف سريع من حضراتكم على مستوى النادي الاهلي في كره القدم يعني، وشايفينه ازاي؟ لا الحقيقه البدايه اكثر من رائعه يعني، لم البدايه صح لم يشوبها غير انه انت عملت كل حاجه قدام اتحاد العاصمه، انما لم تفوز انما هم يعني استفادوا من احراز هدف وريحوا. اوكي يعني هو دي طريقه مدرب وطريقه طريقه لعب فريق، لكن ده مش معناه ان انت كان في تقصير، بالعكس. لكن فيما بعد هذه المباراة أنا شايف أن أداء النادي الأهلي أكثر من رائع، ما زال الذين تألقوا الموسم الماضي بيواصلوا التألق، طبعا في مقدمتهم بيرسي تاو وحسين الشحات مثلا وغيرهم الحقيقة، بس أنا بتكلم بخص دول لأن هم عارفين معوضين برضو فكرة رأس الحربة الصريح. اوكي يعني النهارده بقى النادي الاهلي مش بيلعب، برضه عشان الناس ما تقلقش، النادي الاهلي من السنه اللي فاتت مش بيعتمد على راس حربه واحد، التهديف ممكن ياتي ست يعني، حتى زي ما قال كولر، قال انا بدرب لعيبتي
على انه كلهم يجيبوا اهداف. صح. مش واحد هو اللي انا اعتمد عليه. وعلى فكره دي من اخطر النقاط، لان انت لو اعتمدت على لاعب فقط هو وقف او اتصاب او حصل اي حاجه بتتعطل الفرقه. مزبوط. لكن لما تبقى عندك الاهداف تاتي من اكثر من لاعب. صح. فانت بتبقى قاعد الى حد كبير مطمن. كهربا عندك، عندك حسين الشحات، عندك بيرسي تاو يعني، واخرين عندك علي معلول مثلا، محمد هاني برضو. صح. بيشارك وبيشارك في الهجوم بشكل اكثر من رائع. والصفقات الجديده برضو المغربي رضا سليم وامام عاشور ربنا يرجعه بالسلامه. هنيجي نتكلم على موديس. انا حاسس انه لسه لغايه دلوقتي يا كابتن مش واخد نفس الريتم بتاع زمايله. صح. يعني لسه ما دخلش، يعني لسه لم يقف. يعني بينه وبين بعض كده مش على رجله. انا بحسها انه هو في فرص كتيره بتتاح له، لكن هو مش واخد الريتم. وده دي مهمه الجهاز الفني. يعني اعتقد الجهاز الفني بقياده كولر والمساعدين بتوعه هيركزوا معاه الفتره الجايه. هم ما ادوهوش راحه، الوحيد من أيوة الفريق ما ادوهوش راحه اللي هو كامل في التدريبات. ده مهم جدا. طبعا. انه يدخل في الاجواء. صح. بتاعه الفرقه، ان هو يشارك زمايله، وممكن من نظره لواحد زميله يفهم هو هيعمل ايه. صح. زي ما بنشوف يعني، انا عاجبني جدا حسين الشحات مثلا وامام عاشور. اوكي. متفاهمين جدا. حسين كمان بيعمل حاجات، هو وبيرسي تاو بيعملوا حاجات قد لا يتخيلها البعض. المدافع اللي قدامه. يعني هو افكار غير تقليديه. هو ده الاهم في المهاجم، هو ده الاهم. بالظبط كده. كله مستني ان انت مثلا هتباصي لحد، بتخش انت بتخترق وبتجيب جون، وبتجيب جون، او بتسدد من بعيد وبتجيب جون. صحيح. فالحقيقه انه الاداء ما شاء الله يعني مطمئن، ويؤكد باذن الله ان الاهلي ماشي على الطريق الصحيح في المرحله الحاليه. اللي بتتكلم عليها يا استاذ جمال. يعني مثلا الفكره نفسها حاجات غير تقليديه. انا وجهه نظري يعني ببقى قاعد كمان مبسوط ان هو فكر كده. يعني طبعا احنا بنبقى قاعدين نفسنا نعمل اربع اسيست على فكره. اربع اسيست من الموسم يعني، في بدايه الثلاث اسابيع انا شايفه ده اربع اسيست. لا احد يتوقع بامانه شديده يعني. والحقيقه برضو كوكا عملها يعني نفس الافكار دي، واخد بالك يعني بيبقى جاي. صحيح. وهو واخد قرار هيعمل ايه. صح. من بعيد يعني، هو جاي وهو عارف هو بيعمل ايه. فهذا الاداء الايجابي الهجومي اعتقد ان هو مطمئن. انا بس بحذر احيانا، رغم شوف انه انت بتكسب بالثلاثه وبالاربعه، انا بحذر احيانا من بعض الامور الدفاعيه الناتجه عن استسهال اعاده لعبه للشناوي مثلا. يعني الشناوي الحقيقه في المباراه امام الاسماعيلي انقذ اكثر من فرصه للنادي الاسماعيلي. وكلها كانت نتيجه. صح. عدم دقه مثلا في اعاده الكوره، اخطاء. فدي كلها برضو بتلفت النظر. وانا بعتقد انه مستر كولر بيبقى بيركز اكتر. يعني شايف والله ما شاء الله، يعني الراجل ده كان هيمشي. مين؟ بيرسي تاو؟ لا بجد والله، طلبوا باعدامه. لا فعلا يعني، حتى انا بعتقد ان كولر فجر جواه حاجات موسيماني نفسه ما قدرش يعملها، رغم ان اللي هو جايبه. صح. انما الحقيقه انه واضح شغل كولر مع اللعيبه، مع حسين الشحات وكهربا ومحمد عبد المنعم، وعدد كبير من اللاعبين يا استاذ محمد. برضه هو له دور فيهم، عدد كبير من اللاعبين طبعا. لا ما انا بقول لك، معاه المجموعه دي كلها اغلبها السنه اللي فاتت يعني لحظه تفوق يعني، لا فوقهم يعني. بالضبط. الشغل واضح، وانا شايف انه السنه دي هيبقى في تطور اكتر لناس كتير جدا، بدليل يعني لسه الفريق في بدايه الموسم والمواجهات صعبه، هتبقى مواجهات شرسه خاصه في الدوري الافريقي، ده تحدي مهم جدا. كمان ده دوري ضعيف. ماشي، ده دوري ضعيف فعلا.
هتبقى تحدي كبير جدا. وهيبقى عندك برضو كمان ما تنساش برضو مع المنتخب ومعسكرات والروح والجاي والكلام ده كله، هيبقى فيه ضغط وهيبقى فيه على الجهاز الفني اعتقد برضو وجود البدلاء على البدلاء على مستوى على نفس ده على الدوري. لما الاهلي يكسبه يبقى ما فيش تنافسيه يعني. والله حاجه غريبه اطلع اقول على الدوري الافريقي دوري ضعيف وهو في افضل 8 فرق في البطوله. دوري ضعيف في القاره الافريقيه. دوري ضعيف يعني تصنيف، ولا انت بتعمل ايه حضرتك؟ طيب نجيب ايه اكتر من افضل 8 فرق في افريقيا؟ وهو اختيارهم مش جاي من فراغ. لا طبعا، ما اختيارهم جاي بناء على النتائج وبناء على ارقام. يا كابتن اسلام انت يعني هتقعد انت تقف قدام الكلام ده خلاص انت ما صح عندك حق. يعني ده كمان ما فيهوش تنافسية. لا تنافسية ايه بس؟ عندك حق، نكمل كلامنا. انا بكلم هو مش يعني احنا هنقعد نعيد الكلام القديم؟ ما كان بيتقال لك انه الدوري المصري يدوبنا اضعف اربع دوريات. جيبوتي عملتها ده لما الاهلي بيكسب الدوري، جيبوتي عملتها وكسبت اللي كان بيتقال عليه. يعني عاوز اقول لك ايه، وفي الاخر لما اتكسبت قال لك اتعمل رومنتادا تاريخيه ومش يعني الكلام ده. كل واحد من حقه يبرر ويجمل، لكن ايه بص يعني مش هتعرف تخدع كل الناس وتضحك عليه. بص يعني انا بحب الناس بتتكلم بمنطقيه، يعني حتى لو انت مش حابب النادي الاهلي من الذكاء جدا انك تتكلم، لكن محاولات ان انا اقول معلومه صحيحه. قول المعلومه. ايوه، ان انا لما اجي اتكلم اقول عشان حد يصدقك. استاذ جمال الزهيري لابس جاكيتة كحلي وقميص فاتح مثلا يعني صح. ما ينفعش الاستاذ جمال قاعد اقول لابس جاكيتة بني وقميص احمر مثلا يعني. وبعدين صح، فانت بتقول معلومات خاطئه. وعايزنا نصدق. الاهلي خد الكونفدراليه في 2013 ولا في 14؟ في 14. كابتن سيد عبد الحفيظ كان مدير الكره ولا كابتن وائل جمعه؟ كان كابتن وائل جمعه. طبعا. طيب هل دي معلومات؟ لو انا لسه كنت بقول يا جماعه لو فتحت على جوجل يعني هتعرف. فاعمل انا اتعلمت من حضراتكم ان انا لما اجي اتكلم اعرف يعني ايه، ممكن اكون بدافع عن حاجه مثلا. مش عيب بقى ان انا ادور على الحقيقه. ان انا ادور على الحقيقه طبعا، او ادور على المعلومات. هي مش حقيقه بالمناسبه، هي معلومات. فانا باخد المعلومات واطلع اقول يا جماعه والله المعلومات دي كذا كذا عشان كذا كلامي وبناء عليه. ولكن ولا عارف تقول الاهلي خد الكونفدراليه امتى، ولا عارف تقول كان مين مدير الكوره، مع ان الموضوع سهل لو يعني كتبت على جوجل هتعرف. هيقول لك والله لا واحد كذا اتنين كذا ثلاثه. صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. هو ده اللي انا بقول. اتعلمت من اساتذتي كده ان انا اشوف واعمل واتكلم، وانا بتكلم يبقى عندي يعني حاجه معلومات يعني بتكلم عنها. انت عندك مثلا قبل القرعه بتاع كاس الامم في تصنيفات. بالظبط. ما ينفعش ان انا اقول التصنيفات دي من دماغي. صح. ما هي الفرق دي متصنفه. يعني الفرق مثلا انا بدي ده والله على سبيل المثال. صح. بس قدامك فرق التصنيف الاول: كوت ديفوار، مصر، المغرب، تونس، جزائر. الجزائر. ما ينفعش انا اقول بقى ايه على مزاجي نيجيريا والكاميرون. ليه؟ غانا طب ليه مش موجوده؟ ما خلاص هي محطوطه بناء على تصنيفات ونقط. تصنيفات ونقط. زي ما كنا قبل كده قبل كاس الامم الافريقيه اللي فاتت كنا في التصنيف الثاني، ومع ذلك قدرنا نكسب كل الفرق اللي تصنيف اول. اللي تصنيف اول. صح. يعني في حقائق ومعلومات يعني ما فيهاش فتاوي. يعني لا وسهل ان انت تجيبها استاذ جمال يعني طبعاً. الحمد لله جوجل هنا عمل لك شغل جامد. يعني ده مريحنا، انت بتكتب اي حاجه بتطلع لك بتلاقي الاجابه، ما بتضطرش تفتح ملفات. ده احنا ايام احنا كنا من ايام الملفات. كنا بنفتح الارشيف ملف قد كده عشان تطلع معلومه. عشان كده المعلومه كانت بتطلع صادقه وصحيحه مليون في الميه. صدق كانت متعوب عليها. يعني انت تعبان فيها. لان انت بتبذل جهد جامد جدا عشان تاخد المعلومه، انما دلوقتي بقت اسهل. هي ما انا لسه ده اللي انا بقوله. دوس بس. ده اللي مزعلني زياده بقى. ان انا عشان اطلع اتكلم بالظبط وعايز اتكلم عن نادي اكس. فنادي اكس ده انا ما عنديش تاريخه كله. بالظبط. مليون في الميه يعني. فلما اجي اتكلم اقول سنه 2014 ما سهله يعني. تك 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 تك. هو الاهلي خد الكونفدراليه. مين بطل الكونفدراليه سنه كذا؟ هيقول لك. مش انا، هو هيقول لك. بس سهله. حاجات ثابته. حاجات ثابته يا كابتن. نعم. يعني انت عندك التصنيف الاول في اربع منتخبات عربيه: الشمال الافريقي، ومنتخبين من الغرب الافريقي. كويس. كلهم منتخب ايه؟ كل العرب. كوت ديفوار والسنغال حامل اللقب. صحيح. كل العرب. كل العرب يعني ايه الافضل؟ يعني مش هتلتقي مع احد. مش هتلتقي مع احد.
طبعا مصر عملت في البطوله السابقه وصلت للفاينل مع منتخب السنغال وقدرت تكسر اراده منتخب الكاميرون على ملعبه. صحيح. فازت عليه ولعبت مع السنغال مباراه كبيره وكنا يعني قريبين جدا، لكن يعني لم نوفق في ركلات الترجيح فخسرنا. صحيح. خسرنا، واحنا كنا خسرنا برضو في الفاينل قبل كده قدام الكاميرون 2-0 في 2017 امام الجابون، 2-1 قدمنا بهدف للنني وبعد كده هم تعادلوا كسبونا في اخر 10 دقائق باخطاء برضو كانت اخطاء. نتكلم عن المنتخب دلوقتي بقى. ماشي. المنتخب طبعا البطوله التصنيف الثاني بقى، التصنيف الثاني بقى عندك منتخب نيجيريا توج بثلاث القاب سابقه احدثها 2013، طبعا عندك اسود الكاميرون اسود غير المروضه خمس القاب، منتخب غانا النجوم السوداء 4 مرات سابقه، منتخبات ضخمه، منتخب الكونغو الديمقراطيه يعني متوج بلقبين مرتين، عندك كمان منتخب مالي، منتخب بوركينا فاسو. ده التصنيف الثاني. التصنيف الثالث في منتخب الكاب فيردي ومنتخب الرصاصات النحاسيه او كما يلقب بالتماسيح المتوج بلقب 2012، منتخب جنوب افريقيا وعندك غينيا وغينيا الاستوائيه وموريتانيا. المستوى الرابع منتخبات انجولا وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وجامبيا وتنزانيا. انا شايف انه من الحسبه ما عادش في صغير وما عادش في كبير. حقيقي. خلاص الدنيا تطورت بصوره، بدليل انها مثلا لو رحنا لتنزانيا هتلاقي عندها فرقتين اصبحوا حاضرين في كل البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره، سيمبا ويانج افريكا. وعلى فكره هيجي وقت بيدفعوا فلوس كويسه. ايوه لما بقول لها بيصرفوا. يانج كان في الفاينل بتاع اتحاد العاصمه. صحيح. لا وسيمبا السنه اللي فاتت عامل او اللي قبلها عامل مع النادي الاهلي شغل. انا بكلم يانج كان في الفاينل وكان يعني كان هيعمل مفاجاه. لكن كانت نتيجه مباراه الذهاب ادت لاتحاد العاصمه فرصه ان هو ايه يعني ينهي المباراه، لكن برضه يانج عمل. فانا عاوز اقول لك ايه، لما تيجي تبص بصه كده هتلاقي انه ما عادش في صغير وكبير، كل شيء وارد في المفاجآت في البطولة الأمم الأفريقية اللي جاية. يعني أنت ما هيبقى يعني على حساباتك، شوف عندك نيجيريا ممكن تيجي معاك ولعبت معانا، لعبت معانا المجموعة اللي فاتت. لا في التصنيف الثاني عندك صحيح نيجيريا أبطال أبطال كاميرون وغانا كونغو مالي وبوركينا ومالي 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 كلها فرق قوية جدا طبعا. يعني أقصد مفيش داعي إنه الناس تبقى إيه حاسباها فقط على تصنيف، لأنه ممكن جدا يبقى ده حسابات خادعة. طبعا حسابات خادعة، خد بالك ازاي يعني. فعشان كده لازم تحترم كل الفرق اللي هتبقى معاك. طب ما انت عندك زامبيا تصنيف ثالث وهتلعب معاها اهو ماتش ودي بكره، واخد بالك اللي هو بكره. هل ده معناه ان منتخب زامبيا لا ممكن يبقى معاك؟ ايوه ممكن نتفاجئ انه يبقى معاك على فكره. وهو الراجل بتاع رئيس اتحاد الكرة بتاعهم كان عامل تصريحات النهارده واتكلم، قال احنا اخترنا ليه معسكر الامارات؟ قال لك الملاعب عندنا سيئه جدا واحنا بنعمل تجديدات في ملاعبنا وكده، عشان كده رحنا وكان عندنا هدف تاني اللي هو اللعب مع منتخب مصر لانه ليه اهداف اكبر من كده. انا برضو بلعب مع تصنيف اول بتديني فرصه ان انا احتك وعندي ان انا لما بجيب فرقتي وعندي هدف اساسي هو انه ان انا ايه اتاهل لكاس العالم اللي جاي 2026، مش كاس الامم الافريقيه بس في 2024، لا انا عندي تطوير وبجمع وبلم وبجيب. قال كلام مهم جدا واتكلم على المباراه. انا شايف انه معسكر مباراتين زامبيا والجزائر يعني. معسكر قوي جدا وتجربه مهمه جدا، اتمنى يكون عندنا فيها مكاسب، خاصه انه عندك منتخب الجزائر لسه عامل مباراه كبيره جدا مع السنغال في ملعبها وكسبها 1-0. وبرده جمال الماضي مدرب ذكي وليه هدف من مواجهه منتخب مصر. جمال الماضي بيلعب مع التصنيف الاول لايه؟ لكسب الثقه وتوجيه رسائل مبكره قبل انطلاق امم افريقيا. وهو لما يجي يلعب مع منتخب السنغال ويكسبه ويلعب مع منتخب مصر يعمل معاه ماتش، ان شاء الله نتمنى منتخبنا التوفيق ان شاء الله في المباراه يوم 16 ونعمل مباراه برغم ان الفريق مدجج، لكن احنا برضو عندنا ثقه انفسنا وعندنا لعبتنا اللي يقدروا يعملوا مباراه. ونفاذ تذاكر المباراه كامله في مباراه مصر والجزائر من امبارح، نفست التذاكر اقبال كبير جدا من هناك من الجاليه المصريه والجاليه الجزائريه على بس ده يعتبر نهائي حتى رغم انها وديه. المباراه وديه بطابع رسمي بين بطلين. بين بطلين. فانا عاوز اقول لك انه ايه، احنا لنا فتره يمكن ما لعبناش مع المنتخب الجزائري تونس، فاعتقد انه كمان لعبنا مع منتخب تونس. انت عندك ايه
دي هي المواجهات اللي بتديك الخبره. انت بقى محتاج بقى مزيد من الشغل انك انت كمان معسكر تاني قدام مثلا تعمل برضو مع منتخبين مهمين جدا، انك انت برضو كده انت بتقرب بتصلح اخطائك، بتشوف قدرات اللعيبه اللي عندك عامله ازاي، بتشوف كمان المدرب عنده فكر ايه، لان كمان المواجهات في امم افريقيا اللي جايه صعبه. انت عندك طبعا خسرت 2 نهائي، الناس نفسها البطوله كان اخرها 20-10، نفسها الناس ترجع نفس ان مصر تسترد اللقب. فكل منتخب من دول عنده ايه، السنغال نفسها تضيف اللقب الثاني، المغرب نفسها في تاريخها ده كله انها تعمل لقب تاني، ما عملتش غير لقب واحد في 76. عندك تونس نفسها تعمل لقب تاني في 2004. ها الجزائر عندها لقب وحيد. ماشي، ده في البطوله اللي اتنظمت 19. في الجزائر. بطوله اتنظمت في مصر. هي خدت عندها لقبين. الجزائر مش خدتها في 90 يا استاذ جمال، وفي الجزائر في 90 مش خدتها. مش خدتها، عندها لقبين. يبقى عندها لقبين في 90 وفي 2019 في مصر. وعلى فكره بطوله مصر دي كانت فرصه تنهي كل حاجه ما بين يعني المنتخبين والعلاقه الشعبيين. طبعاً وكانت طبعاً. برهان وبينت قد ايه انه اللي حصل قبل كده كان كله ده كلام. صحيح. يعني خارج يعني حضراتكم مبسوطين من 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 معسكر الامارات؟ طبعا معسكر شايف مهم جدا. وبس انا نفسي قبل ما نتكلم في انت هتعمل ايه مع الجزائر، طبعا الفوز هدف ومهم جدا سواء على زامبيا او الجزائر، نتيجه المباراه مهمه. صحيح. لكن الاهم ان انت ازاي تستفيد كمدير فني، تستفيد من المباراتين في ان تعمل التشكيله او تحاول تتوصل الى التشكيله الاقرب اللي انت تعمل تلعب بيه اللي انت هتعتمد عليه. هو انت فكرك هو ما وصلش؟ انا متاكد ان هو وصل التشكيل. وجهه نظري يعني وصل، بس ممكن يكون هيجرب. يعني انت دخلت مرحله التجارب، يعني هو ممكن مثلا لو جينا نتكلم عن التشكيل منتخب مصر لن تجد الا مثلا تغييره. مين اللي هيلعب جنب محمد عبد المنعم؟ وجهه نظري انا هتلاقي مثلا محمد عبد المنعم واللي هيلعب جنبه محمد هاني احمد فتوح وفي وسط الملعب طارق حامد نني، ايوه، ثم حمدي حمدي فتحي او محمود حماده. خلي بالك هو أيوة دايما واحد من الاثنين. ويمين صلاح، شمال مرموش، قدام مصطفى محمد. هل هناك تغيير في اي حاجه؟ هيجرب ممكن بقى يلاقي تريزيجيه، هيبقى عندك تريزيجيه والشحات وحسين وزيزو. اي واحد من الثلاثه دول، وانت لازم في اي بطوله وممكن تلعب بواحد منهم برضو. خلي بالك لازم في البطوله دي يبقى عندك اكتر من لاعب ان شاء الله يكونوا في مركز واحد، يبقى عندك بدائل قويه. طبعا وبعدين كلها تحسبا لاي ما انا بتكلم اصابات او غيابات. يعني ممكن انني ما يلعبش انه بقاله فتره طويله جدا ما بيلعبش، فممكن ما يلعبش. ممكن يخش محمود حماده بجانب طارق حامد مع حمدي فتحي، او مع زيزو يخش ثالث، او مع حسين الشحات يخش ثالث، او مصطفى مصطفى فتحي. خلي بالك مصطفى فتحي من اللعيبه كويسه جدا واللي عامل شغل كويس طبعا جداً. طبعا ما هو دي فايده المباريات الوديه. طبعا عمر كمال ناحيه اليمين في الاساس لازم يكون عنده دي فرصه قويه جدا ان هو يجرب العناصر اللي حضرتك قلت عليها. صحيح. اللي هو يقدر يستفيد منها في المرحله القادمه. يعني استاذ محمود، المنتخب قوامه الرئيسي واضح. من الممكن ان احنا زي ما اتكلمنا كده نختلف واحد او في اتنين بالكتير يعني. هل القوام اللي احنا شايفينه ده يستطيع او قادر على الفوز بالبطولة الإفريقية؟ الكرة المصرية أو المنتخب المصري أداؤه بيبقى مختلف جدا مع المعسكرات الطويلة المجمعة. المجمعة بيبقى الوضع ما بفهمش ليه، بس ماشي. لا تجانس دي على فكرة مش من دلوقتي، من طول عمرها. ما أنا بقول لك أنا جوهري من أيام كابتن حسن شحاتة الوضع بيبقى التركيز أفضل. ويمكن إحنا شفنا انك انت حتى رغم انك انت في النهائيات الامم الافريقيه في الكاميرون كل اللي سجلتهم 4 اهداف. يعني برضو دي برضو كانت مشكله. صحيح. كارلوس كروش راجل احترم قدرات فريقه وعارف المنافسين عامل ايه وعارف بياخد ايه من المباراه وهدفه ايه، فحقق ان هو ايه تخطى مشي بالخطوات الناجحه وعملت مباريات على فكره مميزه جدا. يمكن ابرزها كانت مباراه المغرب. يعني مباراة من المباراة برضو قدمت أداء صعب جدا. قدمت أداء كبير جدا وقدرت تفوز على منتخب المغرب 2-1. فأعتقد أنه التشكيل واضح. الحاجات اللي هيبقى فيها إيه يا كابتن إسلام؟ يعني بجوار محمد عبد المنعم
زي ما احنا ممكن ياسر ابراهيم ها ممكن ياسر ما هو مش ياسر ابراهيم مش في المنتخب لا موجود لا مش في ياسر في مش في السبعه لا مش في السبعه لا ما خدوش ياسر ابراهيم هو لا استنى بس لا مش واخد ياسر ابراهيم في ياسر كان كان ب لا ياسر موجود ياسر ابراهيم موجود فممكن لو كان ياسر ابراهيم في المنتخب هيبقى ماشي ياسر ومحمد عبد المنعم ياسر وعبد المنعم ماشي خلاص لكن انت عندك ايه مثلا عندك مثلا الشحات وزيزو وتريزيجيه ومرموش اه دي عناصر مهمه جدا هو برضو قدرته ازاي يستخدمها ويدفع بيها امتى كاوراق يا سواء اساسيه او اوراق بديله لتجديد دماء برضو دي من قدرات يعني ما انا بقول لك يعني نص الملعب ما بين حمدي فتحي وطارق حامد ومحمود حماده يعني عاوز اقول لك ايه دي برضو هو تركيبه هو يعملها ممكن يكون عنده اضافات فيها تانية وممكن يوظف فيها ناس تانية افضل عندك مصطفى فتحي والكلام يعني عاوز اقول لك ايه ممكن يوظف زيزو وعندك زيزو فانا عاوز اقول لك انه الهيكل باين لكن انت كجمهور منتظر من فوتيريا انه يشوف ايه الشكل في الملعب يشوف انت يعني بتلعب على ايه فكرتك في الهجمه عامله ازاي فكرتك في السيطره وتدوير الكره ماشي ازاي صحيح. توقع ان محمد صلاح يتعرض للرقابه من واحد واثنين وثلاثه زي ما احنا اللي شفناه في ماتش تونس خلاص انت ما كانش عندك تعمل ايه هتعمل ايه هتفكها يعني ايه البلان بي بتاعتك هتعمل ايه بقى ازاي بقى تستطيع ان تخدع المنافس انك انت خلاص في راح واحد واثنين مع صلاح ازاي انت تقدر تفدي المساحه فانا عاوز اقول لك ايه الناس كلها منتظره انه يعني فيتوريا يزيد الناس قناعه انه هو جاي يعمل المساله مش كلام المساله انك انت على الارض وعلى المستطيل الاخضر الناس عاوزه تشوف ايه فرقه ثابته زي ما الناس عملت ايه لما شادت بيك في مباراه بلجيكا في المباراه الوديه اللي اتلعبت وكان في الامارات برضه في لا في الكويت او في الكويت ماشي في الكويت وان انت عملت اداء ومستوى مميز جدا حتى لو كانت مباراه وديه لك كان قدام نجوم كبار جدا فانا عاوز اقول انه تجربتين هيتبص لهم بشكل ما هو الايجابيات ما هو السلبيات انت وصلت للتناغم والتجانس لغايه ازاي يعني اللعيبه خلاص حفظت بعض ازاي بنسبه قد ايه 40 30 50 ولا 60 ولا 70% عناصر مميزه عندك عناصر مميزه لعيبه جيدين لعيبه واقفه على رجليها هنا بقى يبان ايه شغل المدرب وهيدورها ازاي وهيعملها ازاي سواء دفاعيا او سواء اعتمادا على مرتدات او سواء على تدوير الكوره او سواء على الضغط على المنافس سواء على السرعات كل ده هيبان في الماتشين اللي جايين دول انا شايفها تجربه مفيده جدا على فكره فرصه كويسه انه ملامح طريقه اللعب والعناصر اللي هيعتمد عليها تبان وبرده فرصه ان هو يجرب كل الاحتمالات اللي قال عليها الاستاذ محمود انه في لعيبه عنده بتلعب في نفس المركز اكتر من مركز يشوفهم عندك الوقت هيغير طبعا ما مش هيبتدي بتشكيل ويكمل طبعا فعنده الوقت ان هو يقدر يجرب اللعيبه دي يعني اخيرا المنتخب الاولمبي برضو عنده مباراه وديه المنتخب الاولمبي اعتقد ماشي بشكل جيد سواء مع ميكالي وجهازه الفني يعني طبعا وميكالي اولا مدرب يعني الحقيقه سمعته سابقاه وأداؤه كمان مع المنتخب الأولمبي الفترة اللي فاتت جيد جدا يعني وأعتقد أنه في تفاهم بينه وبين فيتوريا في مسألة اللعيبة يعني هو كان ضم أحمد نبيل كوكا لما احتاجه فيتوريا طبيعي طبعا ده أمر طبيعي يعني أنا أظن في تنسيق بينهم كويس هم هيلعبوا مع الأردن ومع اوزبكستان تقريبا هيسافر اوزبكستان هيسافر هيلعب بكره مع الاردن اعتقد فبرضه مباراتين هيسافر مع اوزبكستان مباراتين مهمين جدا في مجال اعداد المنتخب الاولمبي للفتره الجايه باذن الله استاذ محمود محتاج المنتخب الاولمبي برضه جانب من التركيز برضه يا كابتن اكيد يعني محتاج ايه برضه برنامج مش يعني ايه يتوضح لسه صح يعني عندك لسه بدري لسه بدري بس ايه محتاج تلعب مع لا انا على فكره مش مساله لسه بدري انا اقصد اقول لك ان هو بالنسبه له لسه بدري فيحط برنامج من دلوقتي انا بقول لك يعني محتاج ان هو يلعب مع ليفل اعلى يعني اعلى من كده يعني الناس يروح ناحيه المنتخبات الاوروبيه شويه بس هو متدرج يروح يعني ناحيه المنتخبات يروح ناحيه المنتخبات ايه امريكا اللاتينيه يعني يجرب يخش يعني. المنتخبات القويه مثلا في افريقيا اوكي خلاص انت هنا ايه بتدي وبتعود خاصه ان عندك انت من حسن حظه برضو انه من 60 ل 70% من عناصر المنتخب بيلعبوا مع انديتهم صحيح ماشي صح عنده هو ابراهيم عادل مصاب وبتاع لكن الغالبيه اللي موجودين اغلبهم بيلعب
ماشي. يمكن هو عنده مشكله في حاجه واحده مثلا في حراسه المرمى، ما فيش حد في حراسه المرمى مثلا. حمزه علاء، حمزه علاء ماشي، لكن ما بيلعبش. ما انا ما بيلعبش، انا قصدي كده هي دي. لكن طبعا هو هتبقى عنده حسابات في الفتره الجايه، مين هم الثلاث عناصر اللي هيقدر يضمهم من اللعيبه الدوليين الكبار. هتبقى في اتصالات مع ليفربول، هل هيتم اللي حصل زي المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت ليفربول قال لا، يا كاس امم يا اولمبياد طوكيو، اتفقوا على كاس الامم وصلاح ما راحش طوكيو، راحش طوكيو، وهيبقى مين؟ هل هتضم الشناوي؟ هل هتاخد؟ بس دي مرحله يعني يمكن لسه متخدمه مرحله. فانا عاوز اقول لك ايه، انت محتاج اتحاد الكوره بعد رحله اوزبكستان انه يعني ايه يكون وصل، لان هو طلب رسميا انه يلعب على الاقل 5 إلى 6 مباريات مع منتخبات مستوى اعلى من اجل الهدف. وكمان ممكن ما يلعبش هنا، ممكن يروح يسافر ويحتك بره، وده اللي في الصالح العام. منتخب الاولمبي الامال كبير جدا ان احنا نعمل حاجه في اولمبياد باريس. الامور مش سهله، صعبه، لكن مزيد من الجهد، مزيد من العمل، خاصه انه في منتخبات قبل كده عملت، يعني منتخبات افريقيه. هو الراجل نتائج. نفسه المدرب، ما هو نفسه خد البطوله في خد الميداليه في جنيف 2016. ماشي، ما انا بكلم. فاعتقد ان شاء الله يكون الاداء والمستوى افضل في المستقبل. بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.